العباس واحد صار طيارة هالسبي شنو؟ اكو واحد صار طيارة بالبث هسه قدامي. اوقف اوقف شكرا. جاي اسجل هسه جاي اسجل قبل تو بداية التسجيل تسواهم رأيي. شو اسمه هذا؟ عدونا رضا. عدونا رضا صاعد من شو اسمه بالطيارة. The recording has started. يا الله. حياكم في البث. لك هاي شكرا كثيرا للسماع هذا البرنامج التعبان. طبيت علي did you join هسه طن 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 السجون يا الله التلوث السمعي هذا شنو هاي هم جاي تحديث هذا التلوان بعد مرة الله علي هذا وين قاعد هذا إذا ممكن أحد يجاوبني بلا زحمة عليكم لأن الشات مو أماني. نعم دكتورة نعم. يا أهلا وسهلا. دا تشوفون هاي السلايدات تطلع لو ثابت شو تشوفون؟ لا هسه بس السلايد واحد ميديكال فيزيكس ما جاي. اكو مشكلة يعني أو هسه تشوفوها؟ الآن. هسه تمام دكتورة. إي هو نفس المشكلة ذاك الجروب ما أعرف. كنت يعني اتمنى انه على الديسبلاي مود بس ما قدرت على العموم راح نشرح على هذا الترتيب اهلا وسهلا بكم طلاب واعتذر جدا جدا على التاخيرات اللي صارت يعني ما اعرف شويه اشكاليات صارت ويا ذيك المحاضره فاتمنى حضوركم الان كلكم الرجاء انه كل المايكات تنسد الطلاب اني يعني متعمدة أنه أخلي المايكات مفتوحة بالنسبة لكم بس أنتوا سدوها من يمكم لأنه كيف تسألوني كيف نتحاور بيناتنا إذا أنا أسدها عليكم وأنا قادرة أسدها عادي ماكو مشكلة بس ضروري أعطيكم مجال فطلاب أتمنى من عليكم الالتزام أن تسدون المايكات يعني ما أعرف اللي يشتبه من البداية خلي من هسه أول ما يدخل يسد المايك رجاء لأن ما أريد أي إشكالية تصير بالمحاضرة طبعا دا أحكي والمايك مفتوح نعم أتمنى أنه شفت الفيديو تسجيل الفيديوي ونوعا ما صارت لكم يعني افتهمتوا خلي نقول 50% وش عندكم تساؤلات إن شاء الله سنبديها فتفضلوا طلاب اللي يريد يتكلم فقط اللي يريد يسأل يفتح المايك ومن يخلص سؤاله يسده رجاء طلاب دكتورة بلا زحمة شفت المحاضرة أنا بس الملزمة الموجودة عندنا بها كلمات تختلف عن الموجودة دا شرحين عليها يعني مثلا وين جهاز تخطيط القلب نعم والله زين خويا وصلت هسه ان شاء الله بالمحاضره نو صار بعيني ماشي انت شنو تردوا قولوا او نشرحوا دكتوره تقدرين تنزلين لنا هالدش شرحين عليه بي دي اف يعني شنو بي دي اف الملف هذا جاي شرحين عليه الملزمه هاي وان بي دي اف دزيته لكم اي بس مو هاي جاي الشرحين عليه ها يعني قصدك هو هذا على شكل بي دي اف اسويه صار بس انت ايش على شكل بي دي اف كوره دكتوره نعم دكتوره يمكن موجود بالموديل شفته الباوربوينت انا خليت الباوربوينت بالموديل بعد ما عرفت بس اذا تبدون على شكل بي دي اف اسويها مو مشكله نعم
نعم طلاب، ابدأ أسئلتكم، اللي يحب يسأل يخلي يطرح سؤاله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام والرحمة، يا أهلا وسهلا. حياك دامر دكتور. بس أنتي الصفحي باللي يعني بالصفحات وخلي الطلاب هم على أساسه هم يسألون، من يلا يشوفون الصورة تذكر صار. يذكرون الناس. صار المايك مفتوح طلاب، رجاء سدوه، رجاء زميلكم زميلتكم الفاتحيها انت ويا الموجودين بلا زحمة تتواصلون وياهم وتبلغهم ان سدوها بلا زحمة لكم، ترى الاشكالية عليكم السؤال. نعم دكتورة ولا زحمة السؤال. نعم تفضل. انا بالاعداد انت غير اخذ لي عربي ومعظم محاضرة يطلع عن واحد انجليزي، انا ما مغير عني انا. العفو العفو شنو بلا زحمة بس عيد لي طلبوا بالعربي وده غير العربي ومن طول المحاضرة يطلع انجليزي. اسمك؟ عشان مايكك بالضبط. اي بالي بالي. يلا مو مشكلة، اذا واحد اثنين بسبب اشكالية فنية ماكو مشكلة، بس مو اشوف اعداد كبيرة. ماشي مو مشكلة. لا لا مشكلة بالبرنامج يعني. حاولوا ما يتحول. عادي مو مشكلة بس بعدين نشوف. تمام رحمة الله عليك. يا اهلا وسهلا. ترى سؤال؟ نعم. بالاكشن بوتنشال دكتورة بالريبراشن البوتاسيوم شانل هنا عندنا الكي مال والان اي شانل عندنا الاي شانل مو دكتورة بلا زحمة عليك فد لحظة اسمك شنو بلا زحمة ابراهيم فد لحظة بس خلي اشوف منو فاتح لها فد لحظة انا ولو ازحمكم يعني لان ما اعرفها ما تنتهي المشكلة زيد سيد عبد العظيم زيد عبد العظيم سد المايك الخاطر جدك ليش فاتح المايك سد هوي فد لحظه طلاب فد لحظه هاي الطنطن يمي لو يمحي طن... يعني هاي التاخيرات اللي تسوون اياها والله ما اعرف اعتقد زيد عبد العظيم مو ويانا لا شنو زيد عبد العظيم شنو ديت والناس يعني جاي هنا مأذية ما ماكو احد يفتح مايكين ماكو احد بقوبنا اي كيس هاي هي ها مشاكل الالكتروني يعني مو بيدي شو اسوي والله ما اعرف شو اسوي زيد جروب نعم زيد عبد العظيم جروب ثالث حاولوا تتصلوا ممثل الثالث او احد زملائكم بالثالث تقولوا له يعني خلي شويه يعطينا المجال خلي يتوكل والله خلصوا هم المحاضره طلاب صار لنا فوق ساعتين ماشي عيني طلاب ماشي هسه نجي زميلكم والله حقيقه ابراهيم اسفه جدا عيد للسؤال الله يخليك لا عادي ماكو اشكال دكتوره هنا نعم. احنا عندنا بالاكشن بوتنشال مراحل بالستيجز بالستيج الثالث مات الريبولاريزيشن مو عندنا هسه احنا ريستنج عندنا لوت اوف ان اي لوت اوف الكي نعم بالريبولاريزيشن راح تفتح الان اي شانل وراح يدخل الان اي جوا راح يصير يعني لوت اوف ان اوف كي زين هنا يعني طبعا الممبرين بوتنشال راح يزود زين بالريبولاريزيشن يعني راجع الشال حاله الراستنج مالتها زين ليش الكي راح يطلع زين احنا مو دائما نقول بالراستنج لازم الكي انسايد والان اي اوتسايد بس شو اشتيدك ابراهيم على هالسؤال لان هاي ضروري تعرفوها وهي فعلا ما موضح كلش بالهذا لانه انا مقتطعه شويه المعلومه ما ردت اتثقل عليكم بس هسه راح اوضح لكم بشكل كلش واضح أنا طلاب نبدي بس بشي بسيط من أنا على مود تكون الأمور واضحة مثل ما نعرف يعني أو قريتوا أنتوا قصدي إنه الخلية العصبية هذا إذا مقطع طولي ناخذ من عندها راح نلاحظ إنه أكو داخلها فلويد أسميه intracellular fluid اللي هو السائل الداخل الخلية وأكو السائل الخارجي extracellular fluid اثنين هن
السائلين الداخل والخارج يحتوون على different ions. أكو ions موجبة negative و positive ions موجبة وسالبة. تنتبهون معلومة لأنه كنت على عينها على الطلاب. الداخل يحتوي على positive and negative ions والخارج أيضا على negative و positive ions. الثنين موجودات لكن المشكلة وين راح يصير؟ مو المشكلة وإنما الفرق ما بين الداخل والخارج شنو؟ إنه الغلبة المنصير. هل لمجموع الشحنات الموجبة أو الشحنات السالبة والخارج أيضا بغض النظر عن نوعية هذه الشحنة. هل هو بوتاسيوم صوديوم؟ لا ما أباوع لها، أباوع كنوعية شحنة نيجاتيف بوزيتيف. من خلال البحوث والدراسات وجدوا أنه الشحنة المتغلبة داخل الخلية هي الشحنة السالبة. أكو موجبة بوتاسيوم صوديوم ما أعرف إيش موجودات وغيرها من طبعاً أكو أيونز ما مذكورة هنا لأنه مو ذات أهمية بشغلنا لكنه موجودة. لكن المن الغلبة للشحنات السالبة. إذن الصفة السالبة هي السائدة داخل الخلية العصبية. أوكي نجي للبرة. أيضا هنا عندنا ميكستشر النمزيج كلهن أيونات موجبة وأيونات سالبة كلها موجودة. لكن المن الغلبة المن السيادة منو اللي هو اللي يقول آني أبو الشغلة أبو المكان. الأيونات الموجبة هي المتغلبة، سالبة موجودة بس قليلة. إذا بهالحالة صار كأنما راح أخذ الصفة السائدة أنه داخل الخلية سالب راح أسميه وخارج الخلية راح أسميه موجب. هذا انتهت، صار عندي حد فاصل اللي هو جدار الخلية يفصل وسط سالب عن وسط موجب. الوسط السالب قلنا سالب لوجود عدد كبير من الشحنات السالبة اللي هي أكثر من الشحنات الموجبة. هذه الشحنات السالبة كل شوية موجودة فراح تتسطر وتتراصف وتنتظم على الجدار الداخلي للخلية العصبية. من الاتجاه الآخر بما صارت لنا شحنة سالبة إذا راح تجذب الشحنات الموجبة وإحنا قلنا عندنا a lot of positive ions بالخارج فراح تسحب شكو ذا النفري اللي ما عنده شغل وعمل زايدات يا بتعالى من الصوب الثاني. إذا صار تراصف بالبوزيتيف أيونز حد فاصل ومن هنا نيجاتيف أيونز أو نيجاتيف تشارج بشكل عام مو ولا أيونز نيجاتيف تشارج وهنا بوزيتيف تشارج. هذه الحالة أسميها بولاريزيشن أي استقطاب عملية استقطاب. زين لو أجيب فولتميتر وأخلي الكترود داخل الخلية والكترود خارج الخلية راح أشوف القيمة اللي تقرأ ليها 70 ملي فولت. الإشارة السالبة تعني أنه إحنا اعتمدنا داخل الخلية كرفرنس كمرجع لنا. هو أنا من أنا واقفة وأحسب بالنسبة للبقية فحطينا الإشارة السالبة قلنا لأنه أنا كنت سعيد على مود تميزون شنو اللي أريد قصده. تساؤلات هواي على هالنقاط الصير أنه اعتمدت داخل الخلية هو السالب هو الأساس مالتي الرفرنس. هذه الفولتية 70 ملي فولت تمثل لي الفولتية عبر جدار الخلية العصبية في حالة الراحة في حالة السرخاء في حالة أنه الإنسان ماذا يسوي أي عمل متمددة على الفراش وقاعدة وساقتة هيش إيدي مادتها ما أحركها. إذن هاي resting potential قيمتها ثابتة. زين هل تبقى الحال كذلك راسك بوتنشيال؟ لا احنا بحياتنا اليومية لازم نتحرك نأدي أعمالنا الفيزيكال أكشنز نأديها كلها مشي أكل عمل شيل حاط كذا هاي كلها ايش تحتاج انه عضلات. هاي طبعا يعني واحدة من الأمور اللي تحرك الكهرباء العضلات لازم يصير بيها كونتراكشن لازم يصير بيها تقلصات وانبساطات على متأدي حركات اليومية الاعتيادية. كذلك عندي بعض الانترنال أورغانز بعض الستركتشرز الداخلية داخل جسم الإنسان مثلا عندنا القلب عندنا الستومك الستومك أيضا تتحرك على متخبلط الطعام عندنا ما أعرف إيش ذني كل الأمور الداخلية أيضا تحتاج إلى كهرباء على مود تتحرك أو تشتغل حسب الوظيفة اللي رب العالمين خلقها على مودها. هاي شلون تصير هاي كلها هاي الحركة
يعني أي حركة اللي هي خارج منطقة الراحة أو الاسترخاء، هذه الحركة تتعلق بعملية تغيير قيمة هذه الريستنج بوتنشيال، تتحول إلى نوع آخر أو قيمة أخرى راح أسميها أكشن بوتنشيال، اللي هي جهد النشاط، جهد الحركة، ذاك جهد الراحة، هنا أنا جهد النشاط خلاص أسميه إذا يعني الترجمة حرفية. ما هو الأكشن بوتنشيال؟ الأكشن بوتنشيال إنه من عندي هاي الخلية العصبية جزء من عندها، وحالة بولارايزيشن اللي هي راستيك بوتنشيال، قلنا تراصف الشحنات السالبة جوا والشحنات الموجبة برا، وأكو الحد الفاصل اللي هو الميمبرين أوف ذا سيل. هاي مرتاحين مسترخين ما عندنا مشكلة، أريد أتحرك، أريد أشيل حاجة، أريد اللابتوب، دا أسولف لكم أنا واحتاجيت أدوس في الدقمة، احتاجيت أحرك إيدي عمودي أشر لكم وأسولف، شو أسوي؟ لازم أكو شيء يسموه ستيميليتر. ستيميليتر هو محفز يحفز الخلية العصبية ويقللها يابا قعدي من السبات اللي أنت بيه، انطيني شوية فولتية أكبر، أريد أتحرك، أريد يصير انقباض في بعض الأجزاء من عضلة من جزء معين من جسم الإنسان. فهذا الستيميليتر هو المحفز. المحفز قد يكون هيت، قد يكون لايت، قد يكون ساوند، قد يكون حركة إرادية أنا أسويها، قد يكون شغلة لا إرادية، مختلف الستيميليترز. أعطيكم كمثال، جيت للمطبخ الصبح دا أريد حاطة الفطور آخذة، فلقيت أكو قورة شاي موجود، أنا ما أدري إنه أكو قبلي أحد مسخنة محمية وعايفة، إجيت كمشتة ولناك حسيت بشوية، شويت ساخن، شي يصير بهاللحظة؟ شو تتوقعون؟ كل إحنا مجربين هاي المسألة إنه يمن نكمش في الشي على ساعة شي ساخن وما ندري به، رأساً راح يصير رد فعل لا إرادي إنه الإيد تنسحب. كيف انسحبت؟ شو تتوقعون؟ هي حقيقة الأمر شنو؟ هذا الحرارة هي استيميليتر، هو محفز، إجا رأساً لامس الأصابع، لامس النهايات العصبية الموجودة تحت الاسكن، فأرسلت رأساً أوردر، طبعاً صار أكشن بوتنشيال، صارت عبر الخلايا العصبية وعبر بعدين النيرفس فايبرز عن طريق الجهاز العصبي المحيطي، ووصلت بعدين إلى البرين. البرين من شافيش الوضعية رأساً اتخذ حالة الدفاع عن الجسم، ورأساً ديس أوردر بنفس السيلان العصبي بنفس الإلكتريكال سيجنال اللي عبر الخلايا العصبية وبنفس المسار روح للعضلة، يا العضلة انقبضي، فالنهايات العصبية موجودة يم العضلة زودتها بالأكشن بوتنشيال، خلت حالة الكونتراكشن حالة التقلص اللي بعدت إيدي عن جهة الخطر. هاي ثيرمال هيت يعني استيميليشن على شكل هيت، أو ثيرمال استيميليتر، قد يكون لايت لما أنا على ساعة أشوف أضاوع بعين الشمس أسد عيوني، ها شنو معناها؟ هاي حركة صارت نتيجة رد فعل للستيميليتر اللي أثر علي. قد يكون ساوند، قد يكون إلكتريكال سيجنال من أتكهرب بالكهرباء أيضا، يعني ردة فعل عدي، وهكذا. هاي كلها يسموها استيميليتر. شي يسوى الستيميليتر المحفز؟ شي يسوى هذا؟ يخربط لي والله يا طلاب، يخربط لي شكل البولاريزيشن اللي كان موجود. راح يصير شي يسموه في منطقة معينة راح يسموها ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن هي إزالة الاستقطاب، يعني أنا هسه هاي عملية استقطاب موجودة منتظمة حلوة مرتبة، من يجي المحفز الخارجي راح يسوي disturbance، راح يسوي اضطراب، هذا الاضطراب يخلي الشحنات الموجبة تدخل لداخل والشحنات السالبة تطلع لبرا. هذه المنطقة بالذات راح يصير بها depolarization. شنو depolarization طلاب؟ depolarization دي إزالة، اللي هو حذف. إزالة استقطاب، حذف، نعم مضبوط، حذف، إزالة، إلغاء. شوفوا الدي دائما هذا يطول قبل الكلمة، اللي يردون يقولون حذف كذا شغلة أو إزالة كذا شغلة، فهنا إزالة الاستقطاب. لكن هذا إزالة الاستقطاب اللي هي طبعا شنو يعني الأكشن بوتنشيال المرافقة إلها ديبولاريزيشن، إزالة استقطاب. إزالة استقطاب
تبقى هي شيء تبقى العضلة في منطقة معينة حالة contraction أو تقلص، لا ما يصير، لازم ترجع لحالة استرخاء ولا تتلف العضلة. كيف تتم حالة الاسترخاء؟ أنه هذا هاي الرجل تكون في حالة حركة باتجاه نهاية الخلية العصبية أو باتجاه نهاية المسل فايبرز. شنو الشيء اللي عندي صاير بي contraction؟ تسريبي، فيصير contraction ويسترخي من جديد، يصير بي contraction ويسترخي من جديد، ده يعني بفترات قصدي. أو هيوة صار contraction واسترخى وانتهى. هاي من انسحبت لهنا هاي المنطقة الحمراء صارت هنا، هذه ترجع صفرة بحيث سالبة جوة والموجبة فوق، وأسميها repolarization. الري بادئة تعني إعادة الاستقطاب. إذن الأكشن potential stages، مراحل تولد الأكشن potential، أقدر أعتبرها تمر بثلاث مراحل رئيسية، اللي هي أول مرة resting potential اللي هي الأرضية مالتنا أو نقطة البداية الانطلاق الطبيعية. بعدين تيجي الأكشن potential، طبعاً الresting هي قيمتها ناقص 70 ملي فولت مثل ما قلنا. depolarization من يجي stimulator يحفز ويغير قيمة الاستقطاب، فتتغير قيمة الفولت يصير زائد 30 أو 40 ملي فولت، ومن ثم ما يصير تبقى بالديبولاريزيشن، ما يصير بها كونتراكشن دائمي تقلص، فلازم ترجع كما كانت، ترجع بولاريزيشن. فشي يسولها ري يعني إعادة بولاريزيشن، اللي هي ترجع الخلية طبيعية مرتاحة وقيمة الفولت مالتها ناقص 70 ملي فولت. هاي الخطوات راح نشوفها شوي بتفصيل أكثر نفهمها إيش دا يصير حقيقة هنا. طبعاً هنا الصورة هي متحركة عندكم المفترض، يعني لو ما أخذها من الموديل حاطته، إنه هذا منطقة هي الديستربنس دا يصير بالبولاريزيشن، اللي منطقة الأكشن بوتنشيال. الأكشن بوتنشيال قلنا متحركة ما تبقى ثابتة، سموه بروباجيشن of the electrical signal، بث أو انتشار الإشارة العصبية. فتشوفون إنه في المناطق اللي resting potential جقيت الفولتية ناقص 70 باتجاه ناقص، شوفوا خط مستقيم ناقص 70، المنطقة اللي بيها action potential بالذات الفولتية تصعد بيك تصل إلى زائد 30 أو 40 ملي فولت بالموجب، ومن ثم تنزل لأنه ما تستمر و تنزل بهاي النزلة. هاي النزلة طبعاً أنا ما ذكرت لكم إياها بالمحاضرة، بس راح أحكيها هسه شوية، وترجع لresting potential. هذه في حالة حركة مستمرة باتجاه نهاية العصبية أو نهاية الخلية العصبية لتلتحق بخلية عصبية أخرى أو الستركتر المرتبطة به، يعني عضلة، قلب، كذا، أياً كان. نجي، ما هي الخطوات؟ الخطوات هاي شوي راد لها شرح تفصيلي، فأرجو أنه تنتبهون، هي كلش بسيطة ترى، بس مهم واحد يفهمها شوية. الخلية العصبية قلنا بها ميمبرين غشاء، يفصل هذا الغشاء between the inside the cell اللي هو داخل الخلية، الجو والبيئة الداخلية، وعندنا خارج الخلية. وقلنا أنه هنا أكو الكترونات، سوري أيونات positive and negative ions، وهنا negative and positive ions، لكن الغلبة للأيونات السالبة وبرة الغلبة للأيونات الموجبة. إذن هاي إشارتها زائد وهاي إشارتها سالب، راح أسويها زين. نجي أنا هسه حشيت قلنا بس negative positive، ما حددت شنو الأيونز. الإشارة من قلتها اعتمدت فقط إنه نوع الشحنة موجبة سالبة، لكن هسه أجي بتفصيل شوية أكثر، أدخل للعمق أقول يابا هاي النيجاتيف والبوزيتيف شنو هي هاي بالذات؟ يا أيونات، أكو هواي أيونات عندنا، أقول يابا عندنا نوعين من الأيونات اللي هي راح تلعب دور أساسي في عملية توليد الإشارة الكهربائية، ما راح أباوع للبقية لأنه تأثيرها كلش طفيف أو متدخل أصلا. شنو هاي الأيونات؟ هي صوديوم أيونز وعندنا بوتاسيوم أيونز. بالحالة الطبيعية الجدار قائم مغلق، تنتبهون مغلق تماما، هذن مغلقات، هذن channels and pumps، ها بعدين نحكي بيها شوي انتظروني، بس هي حالة إغلاق تام فاصل ما بين two media، الميديا الخارجي، ميديوم الخارجي
الوسط الخارجي يتكون من نيجاتيف وبوزيتيف ايونز مع كثرة بوجود ايونات الصوديوم. ايونات الصوديوم طاغية كل شوية هنا بالنسبة للبقية. نجي هنا موجودة نيجاتيف انت بوزيتيف ايونز مختلفة، لكن اكو ايونات بوتاسيوم كل شوية هنا. زين، هل هذا يعني انه ماكو صوديوم هنا او ماكو بوتاسيوم هنا برا؟ لا اكو، بس فرق بالكونستريشن. هنا كونستريشن اوف صوديوم كل شوية مقارنة بالجوة، فشي كلش قليل هنا، والبوتاسيوم هنا كل شوية مقارنة بالبرة كلش قليل. اذا اكو نقطة لازم عليكم تذكروها، في كل مكان داخل او خارج الخلية هو ميكستر، هو خليط من الايونات كلها موجودة، لكن احنا اللي راح نتعامل معاها ونركز عليها صوديوم وبوتاسيوم. صوديوم هواي برا قليلة جوا، والبوتاسيوم كثيرة داخل وقليلة برا. هذا حد فاصل. positive ions كل شوي positive charges خل اقول، وهنا نيجاتيف تشارجز، وحد فاصل. اذا بولاريزيشن مثل ما قلنا ممكن ايونات الصوديوم تتراصف هنا، وايونات البوتاسيوم سوري ايونات سالبه هنا راح تتراصف لانه كثره للغلبه للسالبه، وهنا مو شرط بالصوديوم تتراصف، اي ايون موجب راح يتراصف وتكون عندنا البولاريزيشن. لو اجيب فولتميتر الكترود بهذا المكان والكترود آخر بهذا المكان ووايرات تروح للفولتميتر، ايش راح يسجل الفولتميتر؟ ناقص 70 ملي فولت، اللي هاش سميناها راستيك بوتنشيال، جهد الراحة اللي هي كعملية فيزيائية اسمها بولاريزيشن. زين، هاي مفهومة جدا مفهومة لان شرحناها بالسلايد القبل. لاحقا ايش راح يصير؟ اجي الاستيميليتر. الاستيميليتر هو محفز، راح يحفز الخلية العصبية. شو يسوي لها؟ شلون يحفزها حقيقة؟ تحفيز مالها عبارة عن راح اكو بوابات او قنوات gates or channels موجودة بجدار الخلية العصبية. هذه البوابات واحدة من عندها او نوع معين، طبعا مقسومة الى نصين نوعين. النوع الاول يتعامل فقط مع الصوديوم، بوابات خاصة للصوديوم أيونز، ونوع آخر يتعامل فقط مع البوتاسيوم أيونز، يعني gates of sodium أيونز. مت تفتح يعني عفوا من تفتح مت خلي تعبر من خلالها فقط صوديوم أيونز، والبوابات الخاصة بالبوتاسيوم مت من تفتح مت خلي تعبر أي أيونات أخرى غير البوتاسيوم. اللي هنا أنا لازم هو هذا اتفاقنا، يعني إنه كل واحدة محددة لشيء لنوع معين من الأيونز. من يجي هذا المحفز؟ قبل ما يجي هذا المحفز هسه حالة هدوء، شوفون هنا مسدودة، صوديوم هواي صوديوم قليل، بوتاسيوم هواي بوتاسيوم قليل، الراستيك بوتنشيال هنا أنا هاويها ناقص 70. يجي المحفز طخ النهايات العصبية، أي طخ الخلية العصبية، ايش راح يصير؟ gates of ions of sodium ions راح تفتح. من فتحة سوري يعني هنا انا ما اقدر اسوي animation لانه ما اقدر اسلوب العرض استخدمه، من تشوفون يتوقف مشكلة عندي فنية. فتفتح sodium ions gates، من انفتحت ايش راح يصير؟ انا عندي هنا concentration of sodium كلش هواية، وهنا كونستريشن قليل داخل، وصارت اكو فتحة مجال. اذا ديفيوجن لو راح يشتغل هنا اللي هو انتقال الايونات او الجسيمات او الجزيئات من مناطق ذات التركيز العالي الى منطقة ذات التركيز الواطئ. القوة الدافعة هو الفرق بالكونستريشن. اذا راح تفتح راح تدخل ايونات صوديوم الى الداخل، لكن هل معناها شكو ايونات صوديوم هنا موجوده كلها راح تفوت لداخل؟ لا مو كلها، راح تدخل لداخل بكميات. ما طول تدخل ايونات الصوديوم ايش تتوقعون هاي السالبيه الموجوده اللي هنا اللي هي كانت احنا ليش قلنا سالبيه متغلبه؟ لانه ايونات السالبه اكثر من ايونات الموجبه. هسه من الايونات الموجبه للصوديوم بدات تدخل،
معناها الجزء الموجب من هذا الوسط بدأ يزداد لو ما يزداد؟ أكيد بدأ يزداد، والسالبية بدأت تقل. فلو أشوفه بالإنيميشن الموجود عندكم تقدرون تشوفوه بالمحاضرة الفيديوية، إنه السالبية بدأت تقل، بدأت تزداد الفولتية، تزداد من ناقص 70 ناقص 60 ناقص 50 إلى أن توصل صفر، إلى أن تنعكس الفولتية توصل إلى زائد 30 أو 40 ميلي فولت. هاي ليش صارت؟ صارت لأنه الاتزان الكهربائي تغير نتيجة دخول أيونات الصوديوم، صارت وفرة بالأيونات الموجبة على حساب السالبة، فقلت السالبية ووصلت البيك. هاي البيك هي اللي أسميها Action Potential، قيمتها زائد 30 ميلي فولت أو 40 في بعض المصادر، ماكو مشكلة 30 أو 40 نفس الشيء تقريبا. هاي العملية قلنا أسميها Depolarization. زين، من وصلنا هنا هاي الأكشن بوتنشيال اللي هي نفس الديبولاريزيشن هي نفسها كونتراكشن. هل تبقى هنا ثابتة الفولتية؟ لا، ما يصير، لازم ترجع الخلية العصبية أو العضلة أو الجزء اللي في حالة حركة لازم يرجع إلى حالة الاسترخاء. كيف يرجع إلى حالة الاسترخاء؟ الآلية المتبعة الله سبحانه وتعالى اللي خلقها بهالشكل هذا، إنه بعد ما دخلت أيونات الصوديوم ووصلت البيك الفولتية، gates of sodium ions راح تغلق. شنو اللي وراها تنفتح مباشرة؟ gates of potassium ions. من انفتحت؟ قلناها مخصصة فقط ل ions of potassium. البوتاسيوم تركيز عالي هنا عنده، احنا ندري بيها من البداية، تركيز واطي عنده برا، فأيضا القوة الدافعة اللي راح تخليه يخرج من الداخل إلى الخارج هي الفرق بالconcentration diffusion law. فتحة ما بيها أي مشكلة، و high concentration low concentration صار اندفاع لأيونات البوتاسيوم طلعت لبرا. إذن السالبية اللي هنا ايش تتوقعون؟ تزداد لو تقل؟ أيونات موجبة بدأت تطلع، بدأت تقل مشاركة مالتها. إذن السالبية احنا وصلنا هنا البيك، بدأت شنو؟ ترجع سالبية أعلى، شوفوا باتجاه السالب تنزل 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 توصل إلى، أنا لو أكمل لكم الرسم، توصل في الشيء للناقص 90، ومن ثم ترجع بعدين الرسم بوتنشيال. لحد هنا طلاب أنا أريد يعني أوضح لكم أنه هذا الجزء الأخير هسه أشرح لكم مافد شوية، بس أريد أقول أنه بالبداية polarization اللي هي ناقص 70، depolarization نتيجة دخول أيونات الصوديوم إلى الداخل، و repolarization هي إعادة الاستقطاب. شون عدنا الاستقطاب؟ إنه طلعت أيونات البوتاسيوم لبرا. فالrepolarization شو راح يصير؟ إنه أحد الماركات فتحت. نعم، فبالنتيجة النهائية repolarization إنه حصلت رجعت لحالة الاسترخاء مالتي ووصلت إلى الناقص 70 من جديد. لكن شو تشوفون فرق طلاب؟ lots of sodium inside و lots of potassium outside، وهذا عكس التوزيع مالتنا الأصلي مال الخلية العصبية. هل هذا جائز؟ هل هذا يصير؟ لا، لو ناخذها من النظرة الكهربائية احنا وصلنا للنيجاتيف بوتنشيال اللي رسم بوتنشيال ما عندي مشكلة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة بالتوزيع العكسي صار بالنسبة للأيونز، عكس الطبيعي، عكس المعمول به أو اللي المفترض الخلية العصبية تكون عالية. لازم أرجع أنه الصوديوم كلها تطلع برا تقريبا والبوتاسيوم كلها تنزل لجوه. هاي العملية منو يسويها؟ هاي ما موجودة بمحاضرتكم ولا راح أطلبها من عندكم بالامتحان، خاف تقولون بالامتحان، بس أنا لكم معلومة راح أحكيها، أنه على مود أرجع كل واحد لمكانه الأصلي، البوابات تغلق تماماً ما لها علاقة بعد، راح أكو فشي آخر يسموه pumps، مضخات. البامب هي عبارة عن مضخة، شو تسوي هاي المضخة؟ تعمل على إخراج أيونات الصوديوم من الداخل، من داخل ذات التركيز الواطئ لأيونات الصوديوم إلى الخارج ذات التركيز العالي من أيونات الصوديوم. لا تنتبهون شو أقول، من التركيز الواطئ
الى العالي، يعني اكس الديفيوجن، ومضخات اخرى راح تسحب تكمش شكو ايون بوتاسيوم موجود برا، تكمش وبالقوه تدخله. طبعا تركيز واطي للبوتاسيوم تدرون هنا هي الغالبيه موجوده هنا اكيد، راح يدخل الى الداخل، تدخله بالقوه الى داخل الخلية، وبالتالي راح يرجع الاتزان الايوني والكهربائي للخليه العصبيه. هم ناقص 70 بقت، وهم ماتين انه ايونات الصوديوم رجعت لبرا وايونات البوتاسيوم دخلت لداخل. انا متاكده عندكم اسئله هواي لان طلاب سالوني على هاي الفاصل اللي حكيتها، فاذا صارت عندكم تساؤلات يا ريت ترفدوني بها على مود الشرح يكون اوضح. دكتوره بس شلون يستوى واحد واحد عندكم واحد دكتور بس شلون صح عكس دبليو اللو؟ لا هو اول شخص الحكي هو خليه يحكي بلا زحمه عليه. اي هو على هاي النقطه دكتور شلون يصير عكس ديفيوجن لو هاي المضخه؟ ها اي هنا ثاني من كاتبه لوتس اوف صوديوم انسايد. هي شنو لوتس اوف صوديوم انسايد؟ لانه هي اصلا بالحقيقه احنا توزيع الاساسي هنا هوايه وهنا شويه، من انفتحت الجيت هاي مالتها مال الصوديوم دخلت ايون على الصوديوم، بس هل تتوقعون كونسنتريشن صار كلش قليل هنا وكونسنتريشن عالي مال الصوديوم؟ لا، يبقى تركيز الصوديوم هو عالي برا، لكن دخول عدد كبير من الصوديوم اللي جديد على هذه المنطقة، يعني قصدي التركيز يبقى هنا هو الأعلى ما يتغير، يبقى الأعلى لأنه الكميات اللي دخلت متأدي إلى يعني عكس التركيز، هذا عالي يبقى وهنا واطي. البوتاسيوم بطبيعة الخلية العصبية هنا كل شواي بالبداية، هنا كل شواية وهنا قليلة. من ردنا نرجع من الأكشن بوتنشيال للراسك بوتنشيال قلنا تنفتح البوابة هاي وتطلع بوتاسيوم صحيح، لكن هل هذا معناه أنه التركيز هنا صار مع البوتاسيوم كل شواية مقارنة بالداخل؟ لا لا لا، يبقى هنا هواية، لكن هاي الكميات طلعت من البوتاسيوم يعني نسبيا كبيرة، بس ما معناها انه راح تقلب التركيز، التركيز يبقى هنا هواي ويبقى هنا اقل من هذا كمقارنة. فلهذا السبب ما عندي آلية الديفيوجن ما تشتغل في سبيل ارجع البوتاسيوم لداخل، ليش؟ لانه التركيز هنا يبقى عالي بالاصل وهنا يبقى واطي، لوش ما تطلع بوتاسيوم لبرا يبقى واطي، فلازم اكو فد آلية انه ترجع الايونات بالقوه من تركيز الواطئ الى التركيز العالي. دكتور احنا شلون يصير عندنا استقطاب؟ احنا مو نقول يصير الايونات الموجبه جوا اكثر من برا اذا تركيزها اكثر، يعني شلون يصير هي من اكثر؟ لا يعني اذا تركيز الموجبه جوا اكثر وهي نفسها برا تبقى يعني حد لا مو قلت لك هذا الجزء المقتطع، هذا الجزء اللي أنا اقتطعته ما ردت أدوخكم به لأن أكو فد شيء هو شوف خل أحكيها بشكل أكثر عمق على مود تعرفون أنا شو إن شاء الله بدي أشيلها عنكم وما أريد أدخلكم بها لأنه خاف تشبش عليكم شوية. أرجع في خطوتين يعني. صوديوم كل شوي صوديوم قليل، بوتاسيوم كل شوي بوتاسيوم قليل، الاكشن بوتنشال طبعا بولاريزيشن عندنا اكشن سوري راسك بوتنشال ناقص 70. اجت الاكشن بوتنشال سيميليتر اجى فتح هذه البوابه خلى الصوديوم اللي هنا انا كل شويه طبعا صوديوم هنا انا اصلا موجوده مو ما موجوده بالاصل بس قليله، الجيت هاي انفتحت جزيئات او ايونات من الصوديوم دخلت، هذه الكميه دخلت مو بشكل انه يصير تركيزه هنا اكبر من البره، لا لا راح يبقى هنا هواي، بس اللي الكميه اللي دخلت راح تخربط لي الكهربائيه الموجوده هنا الموازنه الاتزان من الغلبه المن راح السالبيه قلنا تقل وليست تنتهي تماما تقل. زين صارت اكشن بوتنشال صارت زادت 30 ملي فولت هاي افتهمناها، ما تبقى هيجي لازم تنزل، فالجيتس مال البوتاسيوم راح تطلع، احنا ندري البوتاسيوم كلش هواي هنا وهنا كلش قليل، راح تطلع ايونات البوتاسيوم لكن من تطلع مو معناها صار تركيز كلش عالي هنا، لا يبقى اقل من
داخل يبقى أقل. بس طلعت هاي ايش سوت لي؟ السالبية هنا أنا رجعتها كبيئة كقيمة، يعني قيمة شحنة، رجعت الشحنة الكهربائية سالبة بغض النظر عن النوع الموجود. ما دابوا عن النوع السالبة، كسالبية رجعت كما كانت. زين شغلة أكو هنا إنه الجيتس أوف بوتاسيوم ما تنسد بسرعة، شوية بيها ديلي، شوية بيها تأخير. هذا التأخير شو يسوي؟ أيونات البوتاسيوم هي وصلت الناقص 70، ترى أثناء مادة تطلع الفولتية دا تنزل وصلت للسبعين، لكن هذا الديلي يخلي بوتاسيوم أكثر يطلع لبرا أيونات، تخلي الفولتية تصير مو ناقص 70، لا والله تنزل بعد تصير ناقص 80 ناقص 90 شوية. هاي شلون طلابه؟ هاي صار كل شوية بوتاسيوم يعني بدأ يطلع وما رجعنا الاتزان مالتنا الطبيعي، لا صار أكثر المشكلة، سالبية زادت هواية وقلت الأيونات الموجبة هنا. فش نسوي؟ يجي دور البومبس المضخات، قلنا اللي تعمل عكس الديفيوجن، عكس اتجاه الكونستريشن، انحدار مالته. شو تسوي هاي البومبس؟ قوم تطلع البوتاسيوم، سوري الصوديوم، قوم تطلعه. أنا أريد أرجع التوزيع الأساس مالتي مال الأيونات، تقوم تطلع الأيونات الصوديوم لبرا، هاي البومبس تشتغل عكس القوة الطبيعية، يعني عكس الكونستريشن، لهذا السبب تحتاج إلى طاقة. هذه الطاقة من تأخذها؟ أكو جزيئات قلنا معقدة، هذه الجزيئات كيميائية طبعاً تخزنها، الجسم يخزنها على شكل جزيئات معقدة تحتوي على بونز قوية. تجي هاي البومبس تحتاج طاقة لأن هي دا تصرف جهد، دا الأيون تنقله من تركيز واطي إلى تركيز عالي عكس الطبيعي، فتحتاج إلى فيول، إلى بنزين. هذا البنزين على شكل طاقة آسرة، تكسر هذه الآسرة تأخذ هذه الطاقة، وباستخدام هذه الطاقة تستهلكها على أنه تمسك بهذا الأيون وتنقله إلى الجانب الآخر. بومبس خاصة للصوديوم اللي تنقلها من الداخل إلى الخارج، وبومبس أخرى تنقل البوتاسيوم من الخارج إلى الداخل. هذه العملية وعدد الأيونات الطالعة وعدد الأيونات الداخلة راح تعيد ناقص 90، تخليها تعيد الاتزان الأصلي وترجع إلى ناقص 70. فالشيء النهائي اللي وصلنا له إنه رجعنا ناقص 70 راسك بوتنشيال، والتوزيع الأساس رجع كما كان، الصوديوم كله طلع عن طريق البومبس، والبوتاسيوم كله، يعني اللي قصدي اللي طلعن مو الأصليات موجودات، اللي طلعن كمية اللي طلعت ممكن إنه ندخلها عن طريق البومبس وترجع الأمور كما كانت. هي شوية بها صعوبة بس الطلاب اللي يركز يفهمها، يعني هي حلوة كآلية كلش حلوة، بس يعني كل واحد شوية تركيز يرات واضحة، لو أكو بعد شوية لبس بها المسألة. تمام دكتور. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. ماشي زميل ايش خليه بعدين تعين الطالبة. اي دكتورة، موضوع الاي سي جي تخطيط القلب، سألتي سؤال اذا ليش نخلي القياس على الرجل اليسرى؟ نعم الجواب لانه الاس اي نود يكون مقابل للرجل اليسرى تقريبا، فيكون القياس عندها اضبط. مضبوط صحيح، لانه رأس القلب يكون باتجاه الايسر، لا تشوفون هنا ترتيبه باتجاه الايسر مو من هنا ولا بالنص بالسنتر، فلازم ناخذ الليفت ليج. لكن ما عندكم سؤال حول الفتشي يخص الليفت ليج وال يعني ترى ما عند رجل اليسرى هاي مشكله اللي ما عند رجل ممكن هنا يخلونه خطاب. نعم تمام دكتور. أي ماكو مشكلة، لأنه جسم الإنسان هو جسم موصل، فأي مناطق مكافئة لأبعاد القلب، مكافئة لجهات القلب، يعني فرق الجهد ما بين هذه النقطة وهذه النقطة يكافئ فرق الجهد ما بين هذه النقطة وهذه النقطة من القلب، سوري يكافئ هذه النقطة وهذه النقطة من القلب اللي هي قاعدة القلب اليمنى واليسرى. عندكم هنا الذراع الأيمن والذراع الأيسر يقابل فرق الجهد ما بين هذه النقطة بالذات،
وهذه النقطة بالذات يكافئ فرق الجهد ما بين هذه النقطة وهذه النقطة. اللي هذه النقطة أتوقع في الشيء هنا ممكن يجيبوه، يعني الليفت ليك اللي ما عند درجة ساق ممكن هنا نخلوه، لأن أنا شفت شي فيديوهات على مناطق البطن ممكن، على الصدر وعلى البطن ممكن. دكتورة نعم، بس أكو فيديوهات حتى على الرجل اليمنى همين يخلون. أها، هو هذا السؤال اللي أريده، ليش؟ أحد معكم أحد يعني نفتار نقدر نجاوب؟ دقيقة زميلتكم خلي تتكلم. هدوا يا معودين. الدكتورة يحطها على الرجل اليمنى لأنه هي كلها صار كدارة كهربائية، فصار بها تأريض الرجل اليمنى مثل التأريض. عاش تيدش، تأريض شنو تأريض؟ نكتار يعني شنو؟ السلام عليكم دكتورة. السلام ورحمة. دكتورة التأريض معناته الشحنة صفر. أنت عندك ثلاثة أقطاب. عندك ثلاثة أقطاب اللي هن على الإيد اليسرى واليمنى والرجل اليسرى. أوكي، نعم. فثلاثة المحصلة مالت المفروض تساوي صفر اللي هي الرجل اليمنى. يعني مع من عدى بعد جواب؟ عاشتيدك صحيح بعد يعني عاشتيدك. خليها متصلة بالأرض تعادل شحنة هي الأرض تعويض. هي خرة اليسرى أيضا مرتبطة بالأرض، يعني هي يسموها تأريض بس هي مو قصة إنه ثبتوا بالأرض. هاي الأجهزة الكهربائية يقولون ثبتوا بالأرض، لكن هي على نفس المبدأ قائمة. شنو يعني إحنا الشحنات الزايدة يعني شلون يعطيها للأرض؟ يعني يوديها على لا. سطح الأرض. هاي تأريض الأجهزة على مود من النتيل ما يصير صحقة كهربائية، شكو شغلات تروح إلى جوف الأرض. بس إحنا شنو معناها زين؟ هاي 220 المن مال كهربائية الطبيعية مالتنا بالبيوت، شلون حاسبيها؟ ايش تتوقعون؟ ليش قلنا 220؟ ليش مو 225؟ 200 و 2000 ايش مدريني ما اعرف يعني. تدرون شلون يحسبوا هذا الرقم؟ طلاب هنا احنا اي تفضل. احتمال انه الرجل اليمنى من خلالها يحسبون الفولتيه والتيار. انا ما عرفت شنو قصدك. بس يعني حسب الكلمات اللي ذكرتها أقدر أقول لك شوية بها صحة يعني كتعبير، بس القصد مالتك ما أعرف. على العموم اسمعوا نسشن اللي راح أقوله. إحنا دائما إما نريد نقيس مثلا أشبه لكم فتشي على مود عكس على هاي الحالة. أنا اليوم بردانة مثلا وأقول ما أعرف درجة الحرارة دا أحسها هيشي مثلا هالقدر أقل من 25 أو 37 درجة حرارة الجسم، أقول أنا أتوقع اليوم درجة حرارتي كذا أو مسخنة كذا، درجة حرارتي مرتفعة 39-40 طبعا بدون رقم أول مرة أقولها، صاعدة نازلة. شخص آخر من عندكم أحد زملائكم ده يقول أنا هماتين نعم نعم طلاب، بس خلونا نكمل إذا بها مجال وسألوني وراها. فكل واحد يقول اليوم باردة أو اليوم حارة أو فد وصف معين للشعور بالحرارة، لكن هل يفيد أنه يمن نحكي بياناتنا أنه بالشعور وأنا جد أتوقع؟ لا، لازم أخلي لي فد رفرنس، فد نقطة دالة، نقطة مرجع. وكل إحنا ننسب الشيء اللي شعرنا به البرودة الحرارة الشيء اللي قسنا لهذه النقطة. فمثلا الثرموميتر ليش صار أداة عالمية الكل يحكي بها؟ ليش كل احنا من نقول 5 سيليزيوس من نقول يوم درجة الحرارة باردة راح توصل للصفر كل احنا نفتهمها، العالم كله يفتهمها. ليش؟ لأنه البشرية اتفقت انه درجة الحرارة بها سكيل، احد هذه السكيلات اللي هو سيليزيوس سكيل اللي هو التدريج المئوي اللي يتخذ الفريزنج بوينت نقطة الانجماد هي الرفرنس بوينت، والرفرنس الأخرى اللي هي بويلنج بوينت نقطة الغليان. فعندي محرار راح أسوي الرفرنس مالته هو الصفر، والتقسيم 100 راح أعتبره هو هذا درجة الغليان. سيان هذا أنا سيما أقيس درجة حرارتي راح أقيس الرفرنس منه للصفر، هالقارة صارت عندي رفرنس صار. زميلكم زميلتكم أي شخص آخر بالعالم يمن يريد يحكي فتشي ويقول درجة حرارة كذا
راح ينسبها لهذا الصفر يجيب نفس التدريج. احنا انا كذلك راح نشتغل نقول انا اذا اريد اقيس الفولتيه من هنا لهنا اقيس لي فشي يعني حسب الفولتيه الحقيقيه الموجوده ما بين هذه النقطه وهذه النقطه. الدوره يعطينا فولتيه اخرى باختلاف المتغيرات الموجوده، قد يكون البلاد الى تاثير، قد يكون هواي شغلات الى تاثير. يقيس الفولتيه من هنا الى هنا ايضا هو قيمه اللي يتحسسها صحيحه يعني ككميه، لكن الرقم اللي ينطيه قد يكون ما له علاقه بهذا شويه، ما له علاقه بهذا الاتجاه. اذا شو نسوي؟ نخلي لها نقطه ريفرنس. هذه نقطه الريفرنس منه هي رايت ليج، تأريض بمعنى نسويها نقطة مرجع، يعني معناها الفولتية المقاسة بهذا الفولتميتر راح نسبها لهذه الفولتية اللي هنا المقاسة. هاي الفولتية هنا بهذا الفولتميتر بالنسبة لهذه النقطة، وهذه الفولتية المقاسة بهذا الفولتميتر أيضا لهذه النقطة. إذا نتوحدا يعني كلهن نسبناهن لي أو رجعناهن لنقطة واحدة، وبالتالي الفرق ما بيناتهن راح يكون ذو علاقة. يعني من أقول هذا يقرأ اللي هو من هذه النقطة إلى هذه النقطة كذا قيمة أعلى أو أقل من هذه القيمة اللي نقيسها بهذا الفولتميتر يصير لها معنى ويصير إلى قيمة حقيقية أنه فعلا أقل وفعلا أعلى. ده شوفون شلون؟ ليش؟ لأنه كلها نسبناها لنقطة واحدة اللي هي اعتبرناها رايت ليج. مو بس رايت ليج، نقدر نخليها بأي منطقة بالجسم، مو شرط إلا رايت ليج، بس هو لأنه الأطراف وإحنا دا نستغلها فهذا الطرف فري خالي خلينا عليه. فنقطة مرجع رفرنس، إذا كانت واضحة الصورة، ما أدري، مو الصورة قصدي الكلام يعني. نعم طلاب. دكتور بس توزيع الإشارات شلون صارت والاتجاهات؟ ما فهمت على المحاضرة. هاي؟ يعني توزيع الإشارات والاتجاهات ذين شلون تبنى هذا الرسم؟ إيه هذين يعني هذا قصدك غير؟ نعم دكتور. أوكي. شوية أرجع هيك لهنا، هذا تمتهمي طلاب المسار وشلون توصل، بس هيك فتح حكايتين على مود يعني تثبت عندكم هاي المعلومة. القلب يعني أساس عمله هو الكهرباء. وهو تقريبا يعني يمثل العضو المركزي في جسم الانسان، دائما احنا نسمي المحرك، محرك الجسم اللي يمد الجسم بالدم. اذا انقطع هذا الدم لفتره كلش قصيره تموت الاعضاء وما يوصل التغذيه والاكسجين وغيرها فتؤدي الى الدث الى الموت. فاذا جزء جدا جدا مهم، لهذا السبب ركزوا عليه و يعني ذبوا قصارى جهدهم لاكتشاف مختلف الأمور به وتهيئة الأجهزة والأدوات اللي ممكن تتعامل مع هذا الجزء من الجسم واكتشاف any abnormal in this structure in this organ يعني بالهارت. بما أنه هو مضخة يعمل عمل مضخة وكل عبارة عن contraction relaxation، كل عبارة عن انقباض وانبساط. ليش هذا الانقباض والانبساط؟ اللي يشمل طبعا S4 chambers للأضلاع الغرف الأربعة الموجودة اللي هي الأذينين left atrium and right atrium، وعندنا right and left ventricle البطينين والأذينين. إذا هو لو لاحظه هو عبارة، هاي الصورة عندكم تكون متحركة يمكم تشوفوها، إنه دائما أكو contraction في كل أجزاء القلب لكن بصورة توافقية بصورة متسلسلة وليس مرة واحدة. إذن شنو معناها؟ معناها أي جزء يصير بي contraction معناها مرت بي action potential، ومن يسترخي معناها رجع resting potential. أوكي شلون أقيس هاي الكهربائية؟ وين تفيدني؟ طلاب ليش أنا أقيس الفولتية اللي هي أسوي تخطيط كهربائي للقلب؟ تفيدني هاي وين؟ إنه العضلة القلبية المفترض إذا كانت بكامل كفاءتها وهي healthy ما بيها أي مشكلة، فالمفترض الألياف العصبية منتشرة في كل أجزائها، أي إنه التيارات الكهربائية وفروق الجهد متواجدة بشكل طبيعي.
فإذا أقيس التيار for example من هنا إلى هنا فرضا يعني هيك قدرت أقيس أجيب إلكترود هنا وإلكترود هنا وقست التيار الكهربائي عبر هذا المسار. بالحالة الطبيعية أقدر أقيسه وأطلع فرق الجهد كذا قيمته 1 ملي فولت for example. فإذا إجاني patient وقدرت أقيس الكهرباء أيضا لكن طلع مثلا 0.5 ملي فولت، إذا أنا أقول أكو مشكلة. وين المشكلة؟ المشكلة جزء من هذه المسار، في مسار مع في نقطة معينة أكو تلف في عضلة القلب بسبب قد يكون جلطة في أحد الشرايين أدت إلى انسداده وبالتالي عدم وصول البلاط أدى إلى أنه تلف هذه الأنسجة وبالتالي انتقال التيار الكهربائي أو فرق الفولتية ما راح يكون مثل النورمال. إذا رأساً هعرف أكو مشكلة، وهذه المشكلة إذا قدرت أعرف اتجاه التيار يعني وين دا أقيس ممكن أعرف هذا التلف والدمج وين صار، هل هو بالأذين، هل هو بالبطين، هل هو في المنطقة الفاصلة، هل هو في كذا يمين يسار وهكذا. هذه التفاصيل كلها أعرفها من خلال دراسة التخطيط أو الكتريكال أكتيفيتي أوف ذا هارت. نيجي الآن لازم قبل ما ندخل على الإي سي جي والليدز والكيف قسناها وشنو منه واتجاهات التيار أقول يا بس إحنا بس خلنا نعرف هو شلون يتكون الكهرباء. يتكون الكهرباء عن طريق بقعة صغيرة في السبوت اللي هي يسموها اس اي نود، عقدة موجودة على رايت أتريوم على الأذين الأيمن. هذه تحتوي على سبيسيفيك سيلز، خلايا محددة بها تفاعلات كيميائية معينة تؤدي إلى توليد كهرباء، يعني act as a generator كمولد كهرباء طبيعياً أوتوماتيكياً من رب العالمين. هاي المنطقة هي اللي تولد لي كهرباء. من تولد كهرباء؟ نعم. هاي الخلايا base maker cells. عافية. صحيح. شنو هاي الخلايا؟ خلايا هي إلها قابلية عندها تصير بها تفاعلات كيميائية. شنو التفاعلات؟ يعني هي شغلة الأيونز، إنه يعني هسا إحنا لما ندرس خلية العصبية وحكينا عنها شوية مو قلنا يسري بها فقط بس سريان، يعني وظيفتها واير، لكن هنا الخلايا العصبية وظيفتها مو واير، هي تولد، هي إلها القابلية أنه ماكو داعي ستيميليتر، ماكو داعي لمحفز خارجي، هي من قاعها من أصلها هي تولد الإشارة. دا تشوفون شلون؟ بالخلية العصبية بكل أجزاء الجسم تنقل فقط إرسال تودي وتجيب من البرين إلى الأطراف إلى كذا إلى مختلف الاتجاهات، لكن هنا أنا فيس ماكر سيلز لا بالقلب. هاي شو تسوي؟ هاي هي تولد إلها القابلية إنه تولد الأكشن بوتنشيال. من ولدتها؟ زين، هاي هو جزء عضلي بالقلب، والعضل والعضلة القلب هو عبارة عن 3 دايمنشن، يعني هي مو بليتة مو واير، هي لا بيها طول وعرض وارتفاع وكذا وشكل خاص إلها. زين، و ما تتكون؟ تتكون من soft tissues، والsoft tissues تحتوي على water، فالwater موصل، إذن البيئة كلها قابلة إنه للتوصيل الكهربائي. إضافة إلى هذا كله وجود الخلايا العصبية المنتشرة في كل أجزاء هذه العضلة. الخلايا العصبية اللي هي خطوط أو هي طرق لتوصيل الكهربائية. زين، فهنا أول ما تولدت الكهرباء في الأسأي نود، بعدين من القريب من عندها الأذينين الأيمن والأيسر، أوكي، فش راح يصير؟ راح تنتشر الكهربائية تبث عبر these two atria. من راحت للأذينين، من مشت هنا صارت حالة استرخاء. تنتبهون وين ما تمشي الأكشن بوتنشيال يصير كونتراكشن، من تبتعد عنه حالة استرخاء ريستن بوتنشيال. فهسه مشت صار كونتراكشن معناها أكشن بوتنشيال معناها depolarization. شوفوا شلون أقول كل المفردات مرة واحدة على متبقى تنطبع ببالكم. الأذينين صار بيها انقبضت، من انقبضت راح البلد اللي بداخلها تضغط عليه ويصير blood flow باتجاه ventricles عن طريق الفالفز. وصلت الإشارة كهربائية أو يسموها polarization أو depolarization، سوري، وصل لهذه المقطع
انتهينا هذا نتقلصان وراح يسترخان. وين وصل الاكشن بوتنشال لهذا المقطع من القلب؟ هنا اكو نود اخرى، عقده اخرى يسموها اي في نود، اللي هي اترا فنتركولار نود، تعتبر شغلها كشغل الراوتر بالبيت. شو نسوي احنا الراوتر؟ نخليه يقوي الاشاره من الشبكه اللي ناخذها من الانتنه ويوزعها على اجزاء البيت. كذلك هنا راح تستلم الاشاره كانما تقويها من جديد وتنطيها عبر كابل اساسي اللي هو هاسبندل، ومن ثم هذا الكابل يتفرع الى تو برانش، الى فرعين، وهذه الفرعين كل فرع راح يتفرع الى شبكه يسموها فركنجي فايبرز، اللي هي الياف تحيط بكامل الفيتركا ليفت والرايت. من توصل الاشاره لهنا الاكشن بوتنشال، من وصل لهذه النقطه وين ما يوصل اكو كونتر اكشن. وصل الهاسبندل كونتر اكشن هنا بالحاجز، وصلت للباركنجي فايبرز صار كونتر اكشن هنا. اكو مايك تقلب، اكو مايك بلا زحمه، خلي نسد بلا زحمه عليكم، دا تاثرون على زملائكم البقيه. اذا ما طول الاكشن بوتنشال وين ما توصل فالبقيه راح تكون ريسك بوتنشال، الى ان توصل للنهايه راح تبدا الاكشن بوتنشال من جديد. فالبيس ميكر عنده فريكوانسي معين، عنده تردد لتوليد الكهربائيه. هاي مفهومه. هنا الصوره المتحركه عندكم قلنا انه وين ما تكون هذا التوهج هو عباره عن اكشن بوتنشال. لو نقدر نبطئها مثلا راح نشوف انه وين ما يوصل راح يصير كونتر اكشن. هل هنا مفهومة بالله؟ اشتغل القلب وضخ الدم وما أعرف إيش وفضت وراحت. زين أني شغلي إنه أريد أقيس النشاط الكهربائي، شلون أقيسه؟ خل أسوي له فد موديل، يعني أشبهه بفد شيء فيزيائي إحنا نتعامل معه، وحتى أقدر يعني أخلي له الحلول لكيفية القياس. بما إنه هنا نقطة توليد الكهرباء، راح أعتبرها السورس مالت المصدر. يسر التيار بهذا الاتجاه وينتهي تقريبا بنهاية القلب اللي هي الأبكس رأس القلب. فراح أقول يابا هنا أنا راح أعتبر الشحنة سالبة وهنا أنا الشحنة موجبة. ليش قلت الشحنة سالبة وهنا أنا موجبة؟ لأنه أي ظاهرة موجودة في أي مكان في الطبيعة إذا كان عندي شحنتين، شحنة سالبة بغض النظر إيش قد قيمتها، قد يكون إلكترون بروتون، قد يكون لا أيون موجب أيون سالب، قد يكون أي شيء آخر مو يحمل شحنة. إذا كانت الشحنة السالبة بهذا الاتجاه والموجبة بهذا الاتجاه راح يتكون حوالي مجال كهربائي، وإحنا نعرف لو نرجع للسادس المجال الكهربائي شنو؟ هو سبيس، هو حيز تظهر فيه آثار القوى الكهربائية. شنو هاي آثار القوى الكهربائية؟ ممكن أقيس بيها اكو يعني هاي النقاط المحيطه، ممكن اشوف اكو فولتيه اقيسه وممكن تيار. اذا اوكي هذا الموديل يفيدني، وهو فعلا على ارض الواقع اكو كهربائيه واكو مجال كهربائي، لان هي اصلا الكتريكال سيجنال يعني النيرف سيجنال هي كهربائيه. زين خل اوضحها بعد اكثر. اقول زين يابا هو احنا افتهمنا انه هذا راح طبعا العفو طلاب بس هاي النقطه هنا نسيتها، انه هذا ايش اسميه الكتريكال دايبول مومنت، ثنائي قطب كهربائي. ليش ثنائي قطب؟ لانه قطبين موجب وسالب، وكهربائي لانه الشحنات كهربائيه وليس مغناطيسيه، لان اكو شيء اسمه مغناطيسي. زين نرجع لهنا هسه نشوف انه حركه القلب قلنا توافقيه، التقلصات تبدي من الأذينين وتنتهي بالبطينين، يعني مو كله ينقبض مرة واحدة ويرتخي مرة واحدة. إذا أقدر أتابعه كمراحل، راح أقسمه إلى ثلاث مراحل، وهذه المراحل تم تقسيمها اعتمادا على اتجاه الدايبول. المرحلة الأولى لما نقول الكونتراكشن بعدنا بالبداية بالأذينين، هذا تشوفون هذا الخط الفاصل ما بين هذا المنطقة الوردية الفاتحة والطاخ، هذا يمثل الديبولاريزيشن، هاي يمثل لي الاكشن بوتنشال وين وصلت بعضلة فهي حاليا موجودة بالأذينين. الدايبول الكتريكال دايبول يكون بهذا الشكل،
كمواضيع العالية، أي أنه ممكن أقيس فولتية فرق الجهد أو تيار between this point and this point بهذا الاتجاه بالضبط. هذا نفسه لو شوفوه هو نفس اتجاه الدايبول، هذا خط السهم، وبالتالي لو عكسه على جسم الإنسان يكون بهذه الطريقة، أي أنه ممكن أقيس السل تيار أو فرق الجهد between قاعدة القلب base of the heart and the apex رأس القلب، هذا ممكن أقيسه. شو وقت أقيسه؟ شو وقت ينطيني التيار؟ لما يكون الكونتراكشن بالأذينين. يعني هسه إذا أجيب إلكترود وأحط واحد يعني قطبين، قطب موجب وقطب سالب أخليه هنا، والقطب الموجب هنا، من أقيس للكهربائية مالته يا كهرباء تتوقعون راي قيس، ويا يعني يا نشاط كهربائي، النشاط الكهربائي اللي يتعلق بالأذينين، تشوفون شلون والتيارات الكهربائية المارة بهذا الاتجاه. الديبولاريزيشن أو الأكشن بوتنشيال عبرت الأذينين بها ريلاكسيشن، وين وصلت؟ وصلت الأي في نود مثل ما قلنا. من وصلت الأي في نود، من طبقوا وشافوا درسوا المجال الكهربائي متكون هذا الموديل، هذا اللي يرهمه انه صار تغيير بالاتجاه، اي انه التيار كانما دا يسري من هذه النقطه الى هذه النقطه، كانما من هذه النقطه عرضيه على القلب. وهذا بالضبط من اريد اسقط على جسم الانسان راح يكون من الجانب الايسر من قاعده القلب الى راس القلب، او شويه من حرفه عن راس القلب، اذا في هذا الاتجاه. الثالثة شافوا أنه من يوصل للفنتريكلز للبطينين، لا والله شو اتجاه الدايبول تغير تقريبا، طبعا هو صح بميلان بس يبدو في على آخر حركة تكون أفقية، فاعتبروها أنه هي أفقية، ولقوا أن الكهربائية يعني أنه هاي متسبب لي خطأ معين بالقياسات زين، واعتبروا أنه إذا خلي الكترود هنا سالب وهنا موجب راح أقيس التيار بهذا الاتجاه، واللي هو يمثل لي القاعدة الجهة اليمنى من القلب إلى الجهة اليسرى من قاعدة القلب. إذا صار عندي ثلاث أماكن، عندي هذا تراينجل، عندي مثلث أطرافه أو رؤوسه تمثل لي مناطق لوضع أقطاب الفولتيميترز. ها شنو الفولتيميترز اللي راح أقيس من خلالها الفولتية اللي تسري أو الموجودة على أجزاء القلب. لو أكبرها شوية خلي عمود نقدر نحكي بيعنها. سوري ما رأى رجعت الصورة طلاب، رجعت أنا آسفة سويتها بالله. ده شوفون الصورة واضحة دكتورة، واضحة الصورة واضحة. نعم شوفوا هنا أنا هذا القلب وهاي الإلكترودز الأقطاب اللي مفترض أخليها النقاط، هذا يسمى تراينجل مثلث. هاي مفهومة هسه قلنا اللي فهمها إن شاء الله فهمتوها أو وصلت جزء كبير من عدها. هسه سؤال، أنا هاي الإلكترودز قلنا أنا دا أقيس للقلب زين، المريض اللي دا أسوي له إي سي جي شو أسوي؟ الشخص الجزء مو مريض، هو يعني صاحي ودار أسوي له هذا التيست، شنو أسوي له عملية جراحية وأفتح الصدر وأطلع القلب وأخلي الوايرات أمدها داخل؟ هاي مو عملية المسألة. إذا لابد إنه أكو وسيلة أخرى أو ندرس ونشوف شلون نقدر نحصل نحسب فولتية القلب بأطراف ونقاط محددة بس ما أذي المريض. لقى طريق إنه جسم الإنسان يتكون هو من soft tissue ومن different organs أكيد زين، هذا soft tissue غالبيتها هو مي water جزء كبير من عندها، وشلون الخلية العصبية كل الفلويدز الموجودة داخل جسم الإنسان تحتوي على أيونز، طبعاً دفرت أيونز اللي إحنا دا نحكي عنها حالياً العصبية، أكو أيونز أخرى يعني موجودة كل شواية جسم الإنسان زين. هذا يعتبر إذن جسم الإنسان يحتوي على محلول إلكتروليتي إلكترولايت سوليوشن، هو شنو هذا؟ يوصل كهربائية، أي محلول حطوا له ملح، مي حطوا له ملح، صارت أيونات كلورين كلوريد الصوديوم، يعني أيونات كلور أيونات صوديوم، راح تشوفون إنه يوصل كهرباء صار بشكل كلش جيد زين. إذا
جسم الإنسان موصل جيد للإشارة الكهربائية. وين أستفاد من هاي النقطة؟ هذا المفهوم راح أطبقه بالشكل التالي. القلب اعتبرناه جنريتر وينطي إشارة كهربائية، وبالتالي ينطينا مجال كهربائي. المجال الكهربائي من يلقى موجود، من يلقى نفسه داخل وسط موصل للكهرباء، فراح ينتشر عبر هذا الوسط. وآثار القوة الكهربائية الموجودة في هذا الوسط راح تنتشر على كل الوسط. بما معناه أنه النقطتين الموجودة على قاعدتي القلب اليمنى واليسرى، فرق الجهور for example خلينا نقول وحدة تقيس 1 فولت والثانية تقيس 2 فولت، فالفرق بيناتها هي 1 فولت. ممكن أنه أخلي الإلكترود، شوفون أنا دا حدد مو على الإشارة السالبة انتبه، دا حدد هنا هاي النقطة، أخلي الإلكترود هنا وأخلي الإلكترود هنا وأشوف فرق الجهور. خلينا نفترض 1.9 فولت والثاني 8 فولت، فالديفرنس بين ذم هم 1 فولت. إذن وصل لنتيجة أنه أكو مناطق من الجسم اللي هي أبعادها تكون متساوية عن القلب. إذا أقيس الفولتية مالتها على الإسكان أخلي على الإلكترود أخليها على الإسكان، فرق الجهد ما بين هذه النقطتين اللي على الجلد على السيرفس اتعادل فرق الجهد على نقطتين موجودة على القلب. وهو هذا المطلوب، أنا شو أريد؟ أريد أقيس فولتية القلب بدون ما أوصل له وأسوي لي مشكلة. فبالتجارب، بالشغل المستمر، بالتحديثات اللي يصير على الجهاز مع الإي سي جي، وجده إذا خلوا إلكترود على ليفت أرم على الذراع الأيسر، وإلكترود آخر على الرايت أرم اللي هو الذراع الأيمن، فرق الجهد بينهم يساوي فرق الجهد ما بين هذه النقطتين على قاعدتي القلب أو هذا المستوى الأفقي. خلص انتهت، خلصت شغلك. اذا انا هنا حصلت المطلوب انه قدرت اقيس كهربائية القلب من برا. حددت نقطتين اللي هي تعادل هذا الرأس من المثلث والرأس الاخر. هاي النقطة وين؟ شو تقولون وين هاي النقطة؟ صح هو كرسم انا سويته مثلث متساوي الساقين وما اعرف ايش وهنا بالنص، لكن احنا لو نتيجة واقع الحال القلب وين الرأس مالته؟ مائل إلى اليسار، to the left. إذن أخذ يا اتجاه أخذ left leg لأنه يمثل لي الجزء الأسفل في left leg وليس right leg. فصار عندي ثلاث مناطق، هذا المثلث مالتي، هذا الأفقي الضلع مالته، وهذا النازل وهذا الصاعد. فهمتوا هسه شلون طلاب؟ هذه النقاط هي تكافئ الفرق الجهد ما بين هذه النقاط الموجودة على الصدر أو على القلب. مفهومة سلي هنا؟ إذن في أي لحظة، في أي وقت أروح به للمستشفى خلال 5 دقائق راح يقيسولي كهربائية القلب بكل بساطة، إنه يخلون الإلكتروس على الأطراف ويقيسولي كهربائية القلب في بلين محددة، واللي راح نأتي عليها يعني أكيد راح أتطرق لها هسه بالسلايدات اللاحقة. وضحت لهنا صورة؟ أكو سؤال؟ السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام دكتورة. زيادة الكهربائية ونقصان الكهربائية بالجسم تأثر على الشخص؟ زيادة كهربائية يعني كقيمة قصدك؟ اي اوكي. القيمة شغط سد المايك ولا زعم عليكم. قيمة الكهربائية، قيمة الكهربائية هي يعني هي الكهرباء اللي تحرك القلب طلاب. يبقى أجيب الـ ECG المخطط وأشوف أنه قيمة الفولتية مال الإشارة هي 1 ملي فولت. هاي الملي فولت هي اللي تخلي الكونتراكشن وما أعرف إيش. إذا كانت أقل من 1 فولت فرضا نص فولت ملي فولت يعني خالة ماخذ لا واسه شيفو خلينا نشوفو نطلعو خلاب من السيرو وخاطر جدك نعم دكتور عيد الشرح كانوا أقول... مشغلين مايك اعرف هاي مشكله هاي بتنتهي. لما نقول
قيمة الكهربائية طلعت أقل أو قيمة الفولتية أقل، معناها القلب ما دا يجي أو ما دا يولد الفولتية اللي تخليه يعني يتقلص وينبسط، فراح يصير ضعف، راح يصير أنه حركة القلب غير طبيعية، راح يجوز الأذينين ما راح ينقبضن بالانقباض الصحيح اللي المفترض على مود يسلط الضغط على الدم ويوديه للبطينين. هاي قيمة الفولتية، لازم قيمة محددة اللي هي الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه الطريقة حتى يشتغل القلب بشكل طبيعي أو طبلة القلب. دكتورة. نعم. بس جميل إيش خلي يتكلم لأنه هو الحاجة. نعم. نقدر نقول إن قلب الإنسان الممرات الكهربائية المتصلة ما بينها مربوطة على التوالي، راح يكون التيار ثابت. على التوالي يعني ها شلون تحسبها على التوالي؟ على مسار واحد من القلب يعني؟ لا هو جميع المسارات. لا 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 ما لا 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 كل واحدة لها تيارها الخاص. شلون على أساس سويتها على التوالي؟ لأنه يعني كل اتجاه إلى مسرة للتيار، إلى طريق للتيار، كل اتجاه بالقلب، كل عضلة، كل يعني اتجاه العرضان، اتجاه طولاني للقلب بزاوية نجي زين، هذا كله إلى يعني طريق خاص للكهرباء، لا ما نقدر نعتبرها لا، وإنما نقدر نعتبره أنه هو كشيء كله بفولتية يعني مختلفة، كل نقطة لها فولتية مختلفة، ومن أقيس من نقطة إلى أخرى على القلب أي مكان، مثلاً من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا، أقيس النقاط فرق الجهد ما بيناتهم، أقدر أحسب التيار اللي يمر خلالهم، وإنما هو مو ربط دائرة كهربائية، مو دائرة كهربائية، هو عبارة عن فتشي كتلة كلها يعني بها فولتيات مختلفة بخارطة معينة، وطبعاً كل لحظة هذه الفولتية تختلف عن اللحظة قبلها بسبب إنه سريان الأكشن بوتنشال عبر كل القلب. نعم دكتورة، يعني التغير بالكهربائية بالجسم يأثر على ضخ الدم من القلب إلى الجسم لو شنو يعني؟ إيه أكيد، لأن هي هو إحنا ليش نقيس كهربائية القلب؟ شنو الفائدة من هاي كلها؟ شو تتوقع؟ إحنا نريد نشوف إنه بعض مرات لما عضلة القلب ما تشتغل زين، ضخ الدم طبعا ليش ما تشتغل زين؟ بسبب إنه الكهربائية مالتها مو ما منتظمة، ما مضبوطة، يا أما خلل بالعضلة نفسها، يا أما خلل بجنريتر الكهرباء دا ينقل قليل. في بعض الأحيان نشوف بعض المرضى الكهربائية المولدة كلش قليلة، بعض المرات تصير كلش عالية، تأذي القلب الزايد هاي، يصير ضخ كلش قوي مثلا، هذا مو صحيح، هو دائما ضمن حدود يشتغل. فهي المشكلة أنه الكهربائية راح تأثر على عملية الضخ وبالتالي على كمية إمداد الأكسجين اللي هو ويا البلد إلى الجسم، فكل الجسم راح يتأذى. نعم دكتورة، شكرا. شكرا دكتورة. أهلا زميلتكم، ما أعرف ليه رادت. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام والرحمة، يا أهلا، شو اسمك عيني؟ آية. آية يا أهلا، آية تفضلي. بس أسأل إيش وقت ينتهي وقت المحاضرة؟ لأن أنا فاتحة الموبايل والدتي وأحد دوام تريد تروح يعني. إحنا بدينا بالساعة بيش بدينا؟ بـ11. أي والله تقريبا بعد بالوحدة يعني. أوكي شكرا. أي والله أنا أعتذر يعني، بس هاي صارت يوم إشكاليات، سوري جدا سوري والله. لا عادي عادي بعد. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتورة انت ذكرتي الـ SA نود، يعني تاخذ كهرباء من ذاتها، يعني تولد كهرباء من ذاتها مو؟ نعم نعم. يعني هي ما تخضع للدماغ؟ لا فد لحظة بس خلي زميلكم يكمل. اي نعم، شبيه الـ SA نود؟ قلتي اني يعني تولد كهرباء من ذاتها. اي نعم. يعني ما تخضع للبرين؟ ما تخضع للبرين يعني هاي يعني هي اتوقع ما تخضع، اعتقد ما اقدر اجاوبك جواب اكيد يعني، هاي لازم اشوفها ما اقدر. شكرا دكتور. اي والله سوري، بس اشوف لك الجواب وان شاء الله اعطيكم الاجابه. ماشي ان شاء الله. شكرا على السؤال. شكرا. يا اهلا، تفضل عيني. دكتورة السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا دكتورة. لذلك يعني من يصير يكون خربطه بالكهربائيه مع القلب؟ نعم.
لذلك نستخدم الإلكتريك شوك في العلاقة. ها اللي هي دي سي شوك مو؟ صاق هذا الجهاز اللي يستخدمه الصدمة، جهاز الصدمة الكهربائية. لا لا، هاي الصدمة الكهربائية في شيء آخر. هاي تدرون شنو؟ هاي من يصير ديفايبريليشن، ديفايبريليشن عفو فايبريليشن اللي هي ارتجاف بالبطين. أكو حالات معينة بسبب خربطة بالبيس ميكر سيلز الكهربائية اللي يولدها القلب ما راح تكون بشكل دوري، يعني انطى الاكشن بوتنشال وارتاح والاكشن بوتنشال الاخر وارتاح بسرعه ال 72 مره بالدقيقه. لا، راح يصير خربطه، قد ينطي اشاره بعدين شويه يوقف، بعدين يعطي مرتين واحده ورا الثانيه سريعه. فهاي شو يسبب؟ يسبب ارتجاف بالبطين يسموه fibrillation of the ventricle، ventricular fibrillation، ارتجاف البطيني. فش نسوي احنا؟ الطبيب طبعا في هاي الحاله القلب يوصل لمرحله يعني راح ينتهي، لانه صير خربطه بالضخ وخربطه بالبلود نفسه داخل الشامبرز، يعني هل يطلع هل يخرج من الاذين، يدخل لو يعني يطلع من الاذين ويروح البطين او يرجع. شو يسوون هاي الحاله الطارئه؟ المريض على حافه الحياه والموت، يحاولون يسكتوه للقلب ويشغلوه من جديد. مثل ما احنا هاي احنا دائما العراقيين شو نسوي؟ الأجهزة الكهربائية، التلفزيون من يخربط يصير بخلل الكتروني او فد حاجة معينة، شو نسوي؟ نطفيها ونشعلها من جديد، كأنما نرستها ونشغلها من جديد. كذلك القلب نطيه دي سي شوك، دي سي شوك نطيه فولتية عالية جدا. شو نسوي هاي الفولتية العالية؟ توقف على ساعة و رأسا يصير تحفيز، يعني الـ SA node مثل اللي تتوقف ونقول لها عيدي نفسك من جديد هسا، لأن هي في حالة خربطة مستمرة. نوقفها آنيا للحظات اللي هي جزء من 100 من الثانية يجوز، نوقفها ونخليها تشتغل من جديد، بلكي تشتغل من جديد مرة أخرى بشكل طبيعي. هو هذا الـ DC shock، وظيفته انه ديفايبريليتر يسموه الجهاز، انه ازاله الارتجاف. دي سي شوك واضحه يعني طلاب شنو؟ فهنا التاثير على الاس اي نود بالذات بالدي سي شوك. السلام عليكم دكتوره. يا اهلا دكتوره، بس حبيت اسال على شكل تخطيط القلب، شلون اقدر اقرا وشلون اعرف البيشنت نورمال او النورمال؟ طبعا هو اللي طبيب يشرح لكم افضل بهوايه مني، بس انا على قد الشيء اللي اقدر اوصل لكم اياه على قد معرفتي بالامور. هذني معلومات عندكم واضحات لو اكو سؤال عليهم. دكتوره بس هذا الاي سي جي الكترود الكترود اي صار 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 بعيني. ماشي شوف عيني طلاب هنا أنا على مود أروح على سؤال زميلك الأول اللي هو، فلازم أبدي بهاي شوية على مود أروح للأخير للإشارة. لما نريد نقيس كهربائية القلب، قلنا أنه القلب هو عبارة عن إحنا مدام نقول أنه قلب كل واحد، هاي أهاليتنا معلمين من إحنا وصغار وحتى ما كنا نقرأ أنه قلب كل واحد بقد قبضة اليد. هسا لو كلكم تسوون قبضة اليد راح تلاحظون انه اليد هي انهوموجينيوس، غير يعني غير متناسقه، ثري دايمنشن، اكو طول عرض كذا ارتفاع سمك، والسمك يختلف من كل الاتجاهات. زين هاي شلون نقيسها؟ شلون نحسبها؟ يا كهرباء يا تيار يا مسار راح اقيس به، او يا نقطتين راح احددها واقيس الفولتيه مال القلب. انا ممكن اقدر من كل الاتجاهات اسويها بها مجال، لكن لازم نخلي فد مرجع بحيث العالم كله يتفق على نقاط محددة يقيس بها القلب، واللي هي تكون أكثر فائدة وبها information تفيد الطبيب بالتشخيص. رجع لوين؟ رجع للتشريح شوية. قالوا التشريح صار اتفاق مسبق عالمي إنه القلب هو موضوع داخل جسم الإنسان بزاوية معينة، طبعاً لا هو أفقي لا هو عمودي، لا بزاوية مائلة. أنا أريد أدرس هذا القلب، وشخص آخر في مكان آخر بدولة أخرى يريد يحكي، وأنا وياه نتناقش عن الشريان اللي يجي اللي ممتد فرضاً
أو النيرف فايبر اللي ممتد من هاي النقطة إلى هذه النقطة فور إكزامبل. زين شحكي شلون أوصف لي إياه؟ أقول له والله ألزم له الصورة وأقول له شوف هاي النقطة هيك هذا 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 الفايبر الداحشة. لا مو هيك الطريقة. قالوا خل نتفق على فالتقسيمات بحيث يما نتكلم بيها تكون واضحة للجميع، كلها على معرفة احنا وين دا نسولف وين دا نحكي. فخلوا ثلاث مستويات تشريحية للقلب، هذا القلب هذا شكله. المستوى الأول اللي هو frontal or coronal plane اللي هو يقطع المستوي اللي يكون بالليفل مال امتداد القلب، شوفوا من القاعدة مالته إلى امتداد القلب، هذا المستوي اللي قطعه بشكل أفقي. بالنسبة لنا احنا هسه قاعدين كلكم قاعدين أمام الموبايل واللي حاسبة اللي لابتوب، هذا المستوي حقيقة الأمر تدرون شلون صاير بالنسبة لنا وقعدتنا؟ لو تكمشون ورقة أو ورقة عمودية خلوها بموازاة الصدر، هذه الورقة العمودية هو هذا الفرونتال كورونال بلين. هسا واحد يقول لي دكتورة بس أنا إذا أشوفه هنا أنا أفقي بالصورة، وتتقلي لي عمودي. إيه صحيح، اثنين متكافئات. ليش؟ لأنه القلب لما نخليه داخل جسم الإنسان هو مو هالطريقة هاي المرسومة، واقف شوي عمودي. فهنا أنا بالنسبة لنا راح يصير لوضعنا الحالي وإحنا يعني شلون نشوف الأبعاد، راح نشوفها كأنما شلون شاشة اللابتوب اللي هسه حاليا فاتحتها آني وصايرة بموازات مع الشيست، هذا الفرونتال أو كورونال بلين. أكو بلين آخر اللي هو ترانسفيرس بلين اللي هو ياخذ مقطع عرض مستعرض للقلب. هذا شلون يصير شكله؟ هذا يصير شكله أفقي. شوفوا هنا شلون الأفقي مالته، شلون الطبلة موجودة والمستوى الأفقي مالتها هو اللي مستوي القلب اللي داحش عنه، المستوي اللي هو ترانسفيرس. إذن واكو طبعا ساجيتال بلين اللي هو يكون يسموه سهمي، يعني بالترجمة الحرفية سهمي أي باتجاه نهاية أو رأس القلب، يعني كروس سكشنال لينث يكون طولي. المهم ما لي علاقة بالساجيتال. الاي سي جي صار اتفاق عالمي انه الاي سي جي يقيسون كهربائية القلب ضمن الفرونتال بلين وضمن الترانسفيرس بلين، ضمن هذين التو بلينز بمستويين. المستوي اللي احنا قلنا عمودي بالنسبة لنا نشوفه قدامنا مثل وقفتنا، واللي يكون عرضاني اللي يقطعنا بشكل عرضي سامة. كل واحد من هذني هذا البلان الاول الفرونتال راح يخلوا له 6 الكتروز or 6 leads 6 أقطاب، وكذلك ترانسفيرس أيضا 6 أقطاب. بالنسبة للفرونتال راح تتقسم إلى 2 sets، السيت الأول يسموه لم leads والثاني augmented leads اللي هي شنو هي؟ طبعا كلها تحكي عن الأطراف، إنه الإلكترودات راح تشكل على الإيدين والرجلين على الأطراف، لهذا السبب سموها لين and augmented، لأن تقريبا تعطي معنى الأطراف. نجي للليمليتس اللي تتضمن 3 سميناها 1 2 3. الأول الون اللي يربط ما بين right arm and left arm اللي هو الذراع الأيمن والذراع الأيسر، واللي قلنا لو تشوفون هاي الطلاب شوفوا هاي هسه الصورة كأنما بالضبط قلبنا شلون موجود ضمن الشيست مالتنا ضمن صدورنا، شوفوا شلون هيك واقف كأنما تشوفوه. فهسه راح أقيس الكهربائية اللي تكون أفقية اللي هي between right arm and left arm اللي هي هاي. إذا راح أقيس فرق الجهود بين نقطتين، هنا هاي النقطة وهاي النقطة، أو التيار المار بهذا الاتجاه. كذلك أقيس between right arm and left leg اللي هي هاي التيار اللي من هنا المار، والالكترود نمبر 3 اللي هو between left arm and left leg اللي يكون بهذا الاتجاه. إذا أنا حسبت التيارات أو فرق الجهود بثلاث مسارات، لكن هذا يكفي؟ لا، أطباء القلبية رادوا بعد فحوصات أكثر رادوا الخطوط أو المسارات الأخرى اللي ما بين هذه الخطوط الرئيسية،
ليش؟ لأن هاي تمر أيضاً بفالفز، تمر بطبقات، بنقاط محددة بالقلب، هم يردوها بالفحص بالتشخيص. فقالوا أوكي راح نخلي ثلاثة إضافية اللي هي AVR الكترود، AVL الكترود، and AVF الكترود. شو تقيس لي هاي؟ تقيس لي المسافات البينية أو المسارات البينية ما بين الثلاثة الأصلية اللي هي باللون الأزرق. شوفون هذا بزاوية معينة هيجي راح يكون هذا مساره والثاني والثالث. إذن بالنهاية حصلت على ست مسارات بالبلين العمودي، بالمستوى العمودي للقلب بالنسبة لوضعنا احنا يعني لجسم الإنسان. راح خلصناها، قدرت أعرف الكهربائية. إذن إذا عندي مشكلة في أي مسار راح أعرف مثلاً إذا for example التيار أو فرق الجهد اللي هنا كان أقل من 1 ملي فولت، فرضاً نص ملي فولت، فأعرف أنه ضمن هذا المسار أكو في النقطة بقعة بها مشكلة بالمصل، بسبب مثلاً أكو جلطة في شريان معين أدت إلى عدم وصول الدم إلى هذه النقطة من القلب وأدت إلى موت هذا النسيج، وبالتالي فالتيار مالته ما راح يكون سليم مثل normal. التيبيكال فاليو مالت اللي هو تقريبا 1.9 ملي فولت. هذا خلصنا. نجي لترانسفيرس اور الهوريزونتال بلين، يعني المستوى الافقي بالنسبه لجسمنا، يستخدمون تشست ليدز اللي هي ما مكتوبه هنا، سوري، تشست ليدز اللي هي الاقطاب الصدريه اللي هي سته. اول واحد تقريبا على عظم القص، الطبيب يحدد وين عظم القص، يكون على جانبي عظم القص، هذا عظم القص، ومن ثم على الصدر الأيسر إلى أن يوصل تقريبا قريب الأبط الأيسر. هذه المنطقة من أخلي هذه الإلكترود راح يحسب لي كأنما الفولتية الموجودة بالترانسفيرس بلين اللي هو بهذا المسارات ضمن هذا البلين. أوكي هاي خلصناها. إذا أنا عرفت هناك 12 ليز، هناك 12 الكترود قطب يستخدم لاستخراج الاي سي جي المتكامل اللي به معلومات تقريبا كافيه، لان هو دائما الاي سي جي مو دائما نعتمده كشيء اساس، وانما عامل مساعد، وسنعرف نعرف ليش بنعتمده بشكل اساسي. عندكم سؤال على هذا السلايد؟ ماكو. اوكي النقل نجي لهنا أنا طلاب. سويت الإي سي جي، طلع للأوتبوت وهذا شكله. هاي معروفة بالنسبة لنا كل احنا شايفين هاي الويف رسم، حتى لو بدون ذني الترميز بدون هاي السامبلز رسم راح نقول هاي نبضة القلب، لأنه معروفة من احنا وصغار نشوفها هاي نعرفها. بيها ثلاث بيكات، بيك الأولى أسميها بي ويف، البيك الثانية الكومبلكس KRS complex wave، وعندنا التي اللي هي البيك الثالث اللي هو تي wave. زين عندي ثلاث بيكات، ذن شو استفاد من عندهم؟ أول شيء خل أشوف هو على شنو مرسوم. هو مرسوم على ورقة بيانية مثل اللي أنتوا شايفيها، كل إحنا مستخدمين أوراق بيانية في يوم من الأيام. هذه الورقة البيانية مقسمة إلى مليمات مليمتر. الارتفاع العمودي أو هذا ال y axis يمثل لي قيمة الفولتية، amplitude of the signal سعة الإشارة أي قيمة الفولتية اللي تلاحظون إنه هي 10 ملي فولت معناها 1 ملي فولت، هاي كلها قيمتها 1 ملي فولت. فسألوا أريد أحسب إيش قد ارتفاع إيش قد نبضة القلب الفولتية مع القلب، واحد تقريبا 0.9 تقريبا 0.9 ملي فولت. اوكي هاي افتهمنا، هاي خوش معلومه. الاكس اكسس يمثل التايم اور ديوريشن الفتره الزمنيه لدوره كامله، اي من اكشن بوتنشال اللي تطلع لي اول مره من الاس اي نوت الى الاكشن بوتنشال الاخرى. شو وقت تطلع الاخرى؟ لما يصير هنا الريلاكسيشن راح تبدا الاس اي نوت تعطينا اكشن بوتنشال، وهكذا بشكل دوري. إذن إذا أريد أحسب مدة النبضة اللي هي راح تكون من نقطة معينة إلى النقطة الثانية the next point اللي مشابهة وياها اللي هي هنا، فشو تشوفون هنا؟ كل خمس مربعات صغيرة هي 0.2 second. إذا هاي 0.2 هنا صار، هاي 2 صار 0.4 وياها هاي صارت 0.6.
هنا أنا هاي الزيادة وي هاي الموجودة كأنما 0.8 سكند. إذا قد زمن النبضة الوحدة للقلب 0.8 سكند، أقل من ثانية الوحدة. هاي خو مفهومة، هاي typical value، typical ECG wave or signal. عند البي ويف وعند التي ويف وعند الكيو. فهاي معناها إنه أني كل نبضة قلب طبيعية لازم تحمل هاي المواصفات، الارتفاع مالته بحدود 0.8 ملي فولت، والعرض النبضة بحدود 0.8 سكند. هذا القلب الطبيعي النورمال. لكن هسه نجي نقول بس التي ويف شنو معناها التي ويف؟ هسه نجي هسه صار ما يخالف. كل وحدة هسه افتهمنا انه بيها مواصفات الطول والعرض اللي هي تمثل لي الزمن وقيمة الفولتية. اي شيء يختلف عن هذا التيبيكال سيجنال اكو بيه مشكلة، وهسه هم راح نأتيها لعقل شوية نشرحها بعد اكثر. اقول يابا هسه هاي هي شنو معناها اصلا؟ ها شو استفادت؟ هاي الفيك اشتعني، هاي الفيك اشتعني وتاليها يعني. اقول اوكي شوية انطوني صبر. البي ويف راح طبعا لما الواحد يقرا راسن يقولوا له انه هاي يابا تمثل اتريال ديبولاريزيشن، اي انه هاي عبارة عن انقباض الاذينين. اي مشكلة بيها معناها اكو مشكلة بالاذينين، صعدت نزلت صارت فلات ما اعرف ايش قيمتها، هاي كلها من اشوف اكو مشكلة معناها المشكلة دفعت عدي بالاذينين. زين هاي البيك شو تمثل لي؟ تمثل لي ventricular depolarization، اي انه انقباض البطينين. اي مشكلة هنا أنا فرضا عندي هنا الفولتية توصل هنا البيك، معناها البطينين ماذا يشتغلون عدل؟ بالانقباض. المايك طلاب، منو عين طلاب؟ اكو مايك مفتوح، انتبهوا رجاء، دا تأثرون على زملائكم طلاب. وعدي تي ويف تعني ventricular repolarization، استرخاء البطينين. اذا نسى الطبيب مباشرة شو يعرف؟ تقلص الاذينين، تقلص البطينين، استرخاء البطينين. زين هذا من اجى هذا الحكي استرخاء ومعرف ايش، من اجى طلاب؟ بلا زحمة عليكم طلاب، من الفاتح المايك؟ الله يخليكم، والله دا تأثرون على 100 طالب، يعني شخص واحد دا يأثر على 100 طالب، صحيح هذا؟ نأتي الآن نقول إنه ليش الكي قلنا تقابل الأذينين؟ ليش هذا تقابل تقلص البطينين وهذا تقابل استرخاء البطينين؟ نجي هنا نقول هل هي القلب فعلاً انطانا هاي الويف قبال؟ حقيقة الأمر لا، هذا الجهاز رتبها بهذا الشكل، محمد ماجد المايك، محمد ماجد يعني ما دافهم هو ليش فتح المايك إذا لا سؤال عنده ولا أي شيء، يعني ليش تفتحون المايك؟ هذا الـ ECG signal اللي نعرف اللي هي أمامنا، هل هي هيك القلب هيك يشتغل وانطانا اياها قبل؟ لا حقيقه الامر مو هيك، اكو فد معلومه ضروري طلاب تعرفوها، فد شيء يفيد من يعني تزيد من معلوماتكم وكطبيب يصير عارف باللي دا يصير داخل القلب. اتمنى تفهموها هاي. هنا القلب حقيقه الامر احنا ايش قلنا؟ القلب هو عباره عن كتله عضليه وبي غرف، والبلد هو دا يمشي بيه دا يصير بيه فلو جريان وما أعرف إيش ويودي للجسم ويجيب من الجسم وهكذا. التقلص والانبساط اللي دا يصير بيه دا يصير بشكل دوري وليس مرة واحدة، يعني مو كل contraction ولا كل relaxation، مرة يصير هنا والانقباض يمشي باتجاه البطينين ويصير استرخاء هنا، إذن عملية متوالية. هاي المتوالية راح احكيها بشكل اضبط شويه من ناحيه الاكشن بوتنشال. اقول الجنريتر اللي هي فيس ميكر سيلز شبيها راح تولد اكشن بوتنشال، راح ارسم الاكشن بوتنشال مالتها. احنا نعرف النبضه مالتنا لازم تبدي ناقص 70 بعدين توصل الى الاكشن اعلى قيمه بعدين تنزل،
ثيراستيك بوتنشال. اذا هنا تشوفون هاي الصفره نفس اللون انه الاكشن بوتنشال تزداد وترجع ثيراستيك بوتنشال. شو وقت رجعت؟ لما النبضه او الاكشن بوتنشال مشى صار وصل للاذينين. من وصل للاذينين صار اكشن بوتنشال ارسمه، يعني اكو جهاز طبعا هو داير سن داير لكم في الاشاره، ومن رسمناها طبعا هذه الكترود هي هيك يقيس طبعا للعلم، كل الكترود يقيس كل هذه الكيرفات. هذا الاكشن بوتنشال مال الاذينين اوف ذا تو اتريا. وصلت الاكشن بوتنشال المن للاي في نود، صار عندي هذا الاكشن بوتنشال. دا تشوفون شلون وين ما دا امشي اقيس الاكشن بوتنشال الى ان اوصل للبندل هيرست و اوصل للفنتريكلز وتنتهي بنهايه استرخاء البطينين. شوفوا هاي استرخاء البطينين، هنا الاكشن بوتنشال مالتهم. الشكل راح تلاحظون انه الاكشن بوتنشال يختلف من جزء الى اخر من اجزاء القلب، وهذا يعتمد على نوع العضله، على الكهربائيه اللي وصلتها، على الدايمنشن، على هواي امور تخلي شكلها يختلف عن الاخرى، لكن بشكل عام اكو شيء مشترك بينهم انه يصعدن وينزلن، اللي هي اكشن بوتنشال ويرجعن باستك بوتنشال. لهنا أنا مفهوم حقيقه جهاز الاي سي جي ترى يقيسها لني، لكن شو يسوي الطبيب؟ هو مو يقعد كل ساعه يباوع عندني كل هين ويقعد يفسر ويتعب روحه، لا ما له داعي. قالوا يابا هذني خلينا نجمعهن جمع جبري. الجمع الجبري انتوا تعرفون ماخذين بالفيزياء انه التراكب الموجات، اللي اكو شيء يزيد الشده واكو شيء يقلل يصير اتلافي، اي انه شيء ينقص من شيء. فهنا أنا هذا الجمع الجبري سويناه طلع لي بهذا النتيجه. خل افتهم زين هاي تفيدني لو ارجع على هذا التفصيل افضل للطبيب. خل اشوف هذا البيك البي ويف اللي زميلكم هسه سالني عنه وقلت له اني هو عباره عن تقلص الاذينين. هاي من جبت هالمعلومه؟ جبتها من هذا، انه هذا البيك اقدر اشوف شنو اللي خلى هذا البيك موجود. اسوي خط مستقيم لفوق، شو تشوفون هسه اول مره من يقطع؟ طبعا تشوفون الالوان تابعه للمناطق. بالنسبه للفنتريكل راستك بوتنشال، راستك بوتنشال، وصلت للاي في نوت تقريبا وبعدني راستك بوتنشال. وين وصلت؟ يا سبحان الله وصلت. اذا هذا البيك شي يمثل لي قابل للاكشن بوتنشال للاذينين وجزء من الاس اي نوت. تشوفون شلون؟ اذا هذا البيك بي ويف راسا يعكس لي شغل الاذينين. اي مشكله بي هو يمثل لي الاكشن بوتنشال اوف ذا تو اتريا. أكل شو واضحة؟ أوكي. بعد وين نستفاد؟ خلينا نشوف هاي الكومبلكس ويف. هاي شنو هاي؟ هاي البيك اللي ما نتقابل. خلا صعدها. أشوف على يا أكشن بوتنشال تنطبق. أها تنطبق على الفنتريكل. إذن هنا أنا لو أصعد بعد أدي أشوف هل أكو شيء يشوش الأكشن بوتنشال مال الفنتريكل يتداخل وياه؟ أصعد لا والله هنا نشوفه الراستيك بوتنشال اللي هي حالة استرخاء ومتأثر على الإشارة. إذن أستنتج إنه هذا البيك يمثل لي الفنتريكل during contraction أثناء عملية الانقباض أي depolarization، أي الأكشن بوتنشال موجودة بها حاليا بالفنتريكلز. إذن أي مشكلة في هذا البيك هو يمثل لي مشكلة بتقلص البطينين. نيجي الآن هذا البيك طلع لي هذا شنو؟ صار ماكو أي أكشن بوتنشال هنا، هذا شنو؟ من شنو السالفة؟ أقول خل أصعد عمود وأشوف. من صعدت عمود لقيت المن يقابل، يقابل نهاية قريب استرخاء البطينين. ومن أصعد بعد لفوق تلاحظون أنه للأذينين وبالنسبة للأي في نوت هو الراستنج بوتنشال متأثر. إذن هذه انعكاس لعملية استرخاء البطينين، وهي أيضا معلومة تفيدني. أكو ذا مشكلة مثلا هنا صار زيادة سمك بالبطينين في جدارهم، فأكيد في حالة الاسترخاء هم يأثر علي ويأثر على الكهربائية الواصلة. بعض مرات يصير سمك هنا بسبب ضغط الدم العالي، طبعا يزداد السمك تثخن يصير عندي هنا. إذا بهالحالة هاي المعلومة اللي هي جمع لكل هذه المعلومات طلعت لي بشكل واحد، ممكن من خلالها رأساً ألقى أو ألقف وين أكو ديفكت. إذن البي أرجع هنا البي
تمثل لي المشكلة بالأذينين، QRS تمثل لي المشكلة بالكونتراكشن مع البطينين، والT تمثل لي الاسترخاء في البطينين، أي الحالة الأخيرة من البطينين. إذن T والQRS هي تابعة للبطينين، والP هي للأذينين. ولو تدخلون زايد وإن شاء الله تتخصصون بهالأمور وتعرفوها، إنه حتى الكيو هاي الزلة وما إلها فد معنى، وهاي إلها معنى، وكل شيء هذا إلى معنى، بس إحنا ما نريد ندخل زايد بعد الموضوع وهم خارج نطاق معرفتي حقيقة. زين، زميلكم أخير واحد سألني قال شلون نعرف إنه أكو، يعني شلون نقرأ هذا؟ قلنا إحنا نعتمد على ال y axis ونعتمد على ال x axis. إذا كانت بيها مشكلة هنا، يعني مثلا إحنا ناش قد كنا تقريبا 0.8 second طول النبضة duration عرضة، سوري عرض النبضة. إذا أحد ال patients أو أحد ال ECG output من قريناها شفنا إنه ال peak الثانية هنا موقعها. إذا duration of the single pulse هي راح تكون single pulse، يعني نبضة واحدة قصدي، راح تكون قصيرة، أي أن هناك تسارع بضربات القلب. يعني هو المفترض، المفترض أنه 72 نبضة بالدقيقة، لكن هنا بما أنه راح تكون نبضة وراء نبضة متقاربة، إذا هناك تسارع بنبضات القلب. فهي كلش واضحة للطبيب من يقراها ويشوف المسافة. طبعا راح أصل عندكم مهارة أنه مباشرة بنظرة عين بديها سريعة راح أصل عندكم تلاحظون انه اكو تسارع بضربات القلب. اذا في بعض الاحيان انه هاي يا اما تزداد يا اما تقل هاي البيك، معناها المشكله بالاس اي نود انه دا تولد كهرباء غير منتظمه، يا اما عاليه كلش يا اما واطيه كلش. بالثنيان تسبب لي مشكله لانسجه القلب ولوظيفه القلب. اكو هواي امور، يعني بعض مرات اذا هاي نازله او صاعده، هاي كل وحده من عندها تشير الى قابليه الجزء وعمله ووظيفته والكهربائيه اللي مر به، هل به مشكله، هل به بقعه ميته، هل به فد ضعف معين، وهكذا طلاب. فهاي انا لحد هنا اللي اقدر اوصلكم اياه من ناحيه الاي سي جي ضمن شغلي وتخصصي، وان شاء الله انتم معلوماتكم اكثر من عندي بهوايه. نعم طلاب، تقريبا باقي لنا 10 دقائق وممكن شوية أبقى وياكم مو مشكلة، بس للطالب خطأ. نعم ترى بلا زحمة، بس ال ام جي ريكوردينج الرسوم البيانية لازم تقرين الحين بعد أكثر. الرسوم البيانية ال ام جي ريكوردينج اي ام جي، هاي قصدكم وينها؟ هاي لا لا مو بالقلب، مو بالقلب، لا هاي مو قلب، هاي لا لا مو بالقلب، بال اي ام جي الدماغ لو العضلة. لا العضلة، العضلة. إيه يعني هذا هالفجر اللي أمامكم؟ هذا الفجر وهذا الستاي فوق بعد. هذا؟ إيه هو هذا الستاي. ماشي صار بعيني. شوف نجي هنا، أول مرة إحنا نقول شنو الـ EMG؟ هو التخطيط العصبي للعضلة. شنو التخطيط العصبي للعضلة؟ شنو ربط هاي بيج؟ إحنا دا نقول عضلة، شنو عصبي هالدارة؟ اي اوكي اقول لكم اكو ربط. شنو هو الربط؟ انه احنا للقيام بالافعال وحياتنا اليوميه نحتاج انه العضلات تصير بها تخلص بشكل او باخر. زين هذا التخلص شلون يصير؟ عن طريق نهايات عصبيه ترتبط بالالياف العضليه، يعني نهايات عصبيه موجوده ترتبط بالمصل فايبر بالليف العضلي. هذا المصل النير فايبر الليف العصبي يرتبط بالليف العضلي. الليف العصبي قلنا هو عبارة عن نيورونز، حزمة من الخلايا العصبية المسلسلة واللي تحمل الإعاز العصبي وتجي تنتهي بيسموها النهايات العصبية اللي هي موتور اند بليتس، اللي هي بليت هاي كأنما بليت. زين ومرتبطة ومتصلة بالليف العضلي كما موجود هنا أمامكم، كما موجود أمامكم. من توصل الأكشن بوتنشيال راح يسبب لي أكشن بوتنشيال في هذا الليف وبالتالي كونتراكشن. يعني أترست شو وقت تكون العضلة إيدي ممدودة وما محركتها
مادتها على الفراش على الأرض بدون حركة هي لمن تكون الفولتية هي resting potential belief العصبي وبالتالي resting potential belief العضلي. شو وقت تبدي تتحرك؟ لما يكون هناك action potential belief العصبي اللي راح يتصل بالmuscle fiber عن طريق قلنا motor and face. هاي يونت محددة هي اللي توصل لي الكهرباء تنقل الاكشن بوتنشيال يوصل لهنا يصير على الفايبر اكشن بوتنشيال فيصير عملية تقلص. هاي وانا استفاد معدها اقول اوكي اذا هاي الكهرباء عامل اساسي في عمل العضلة اذا اقدر ادرس النشاط الكهربائي للعضلة. شلون ادرسه؟ استخدم ايضا الكترود. هذا الالكترود حالة القلب وحتى بالاي اي جي هي كلها الكترود. الكترود هو وظيفته ينقل الاشاره من البودي هيومن بودي من جسم الانسان الى الجهاز اللي الكهربائي اللي مصممته على مود يقيس هذه الكهربائيه. الالكترود نوعين، عندنا سيرفس الكترود وعندنا نيدل الكترود. سيرفس الكترود اللي هو يكون كانما لصق على سطح السكن، طبعا التاش تو ذا سكن، وميجرز سيجنالز، شوف يقيس سيجنالز وليس سيجنال، اشارات وليس اشاره، فروم ماني موتور يونس، من عده نهايات عصبيه وليس من نهايه واحده. ليش؟ لانه لو تلاحظون بالسلايد القبله انه النهايات العصبيه ترى الابعاد مالتها بالمايكرونز صغيره جدا. زين انا عندي هذا الالكترود ده شوفوه تقريبا سنتيم واحد ونص سنتيم اقل من سنتيم هالحدود، اذا ايش قد يضم تحته من نهايات عصبيه؟ هاي كلها راح ديتكت، يعني هو هذا العصب راح يلتقط الاشارات من هذه النهايات العصبيه الموجوده تحت هذه المسبحه. اذا راح يصير مجموعه سيجنالز. اما نيدل لا، فهي تغرز بال تحت الجلد وتقيس سينجل موتور يونت اكتيفيتي وليس سيجنالز. يعني شوف طبعا هنا انا سينجل وهنا انا سيجنال، انتبهوا طلاب، السيجنال مفرد، سوري سيجنالز اشارات وسينجل مفرد، هنا انا موتور مفرد اقدر اقيس الالكتريكال اكتيفيتي مالته. ليش؟ لانه نيدل بها رأس مدبب ممكن يلامس فقط الرأس الموتور، رأس النهاية العصبية، فأقيس إشارة واحدة. الإشارة شلون شكلها؟ طلع بهذا الشكل، resting potential action potential. هاي اللي أنا ما ذكرت لكم إياها قلنا hyperpolarization اللي شغلها بالpumps وما pumps، ما أريد أدخل بها أتركوها مو مشكلة، بس مهم هي ضمن الإشارة وترجع للresting potential. ما هي مميزات هذه الإشارة وكيف أستفاد من عدم التشخيص؟ أقول إنه النورمال كيس اللي ما عندي أي مشكلة مفترض تطلع لي بهذا الشكل تماماً. أي إخلال بهذا الشكل أكو ديفكت معين، حالة أبنورمال. شنو الأمور اللي أباوعلها وأشوف إذا كانت نورمال أور أبنورمال؟ أول نقطة الأمبليتيود. أمبليتيود معناها السعة، معناها قيمة الفولتية. إيش قد؟ 1 ملي فولت، 50 ملي فولت، ربع ملي فولت. طبعا بالملي لانه قياسات الاشارات العصبيه دائما بالملي فولت، لهذا السبب دائما اقول لكم ملي فولت. زين اذا هاي اذا كانت واطيه فرضا اللي هنا انا صايره البي، معناها اكو مشكله بالمسل فايبر ما دا ينقل الكهربائيه بشكل صحيح، ضعيف ينقل جزء من الكهرباء. زين كوندكشن فيلوسيتي اي سرعه انتقال الاشاره. إذا عندي هنا تو الكترودز، هذا الكترود وهذا الكترود الثاني، طبعاً هنا شو يسوون الطبيب؟ ينطي محفز. إحنا العضلة شلون نقيس النشاط الكهربائي مالتها؟ مثل ما قلنا نط استيميليتر. الاستيميليتر يا أما يكون نبضة كهربائية الطبيب ينطيها عن طريق الكترود آخر ثالث، أو إحنا نحرك إيدينا اللي هي حركة إرادية، هذا أيضاً استيميليتر. إحنا دا نسوي الكونتراكشن بإيدينا. الكوندكشن فيلوسيتي أقصد بيها الزمن اللازم أو سرعة انتقال الإشارة من إلكترود إلى آخر. عشان أحسب السرعة أحسب الزمن والمسافة موجودة عندي، مسافة على الزمن عرفت.
فالمفترض اكو قيمه محدده للكوندكشن فيلوسيتي، اذا اقل من عندها معناها اكو ديلي، اكو تاخير في ارسال الاشاره، وهذا ناتج من مشكله في الخلايا في الالياف العضليه. ديوريشن نقصد بها زمن نبضه واحده، زمن سيجنال وحده من بدايه، انتبهون الاستيمولس المحفز اثر على الليف العضلي، من اثر عليه شو وقت يصير بي اكشن، بدايه الاكشن بوتنشال هو بدايه الديوريشن اوف ذا سيجنال الى ان توصل للرستنج بوتنشال مره اخرى. يعني من بدايه الاكشن بوتنشال، من رستنج وانتقاله للاكشن بوتنشال، هاي النقطه الاولى، الى ان توصل للرستنج بوتنشال مره اخرى، هاي يسموها ديوريشن اوف ذا سيجنال. طبعا اذا كان بي قليله او كبيره ايضا هاي فد انديكيشن تو سمثينج اب نورمال، اكو شيء مشكله بالموضوع. فالطبيب طبعا هو الخبره بهال ان شاء الله. زين هنا نجي كمثال، مثال لطيف انه شويه خلينا نفهمه، نصرف شويه وقت، عفوا نصرف وقت عليه. عندنا قلنا اشاره اذا صار بها خربطه فمن خلالها اقول اكو مشكله عندي، وإذا إجتي حسب typical form of the signal فما عندي مشكلة، العضلة طبيعية. هسا أشوف الطبيعي شنو؟ normal muscle. normal muscle إنه الألياف العضلية شغالة مرتبة، النهايات العصبية مشكلة عليها، الإرسال من النهايات العصبية للبرين والبرين يعني هذا الطريق الراحة والجية شغال عادي، فهاي يسموها normal muscle. التيست يتضمن ثلاث خطوات، الخطوة الأولى يقيسون الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا مسل اندر ريست، يعني في حاله الراحه، واحنا قلنا حاله الراحه انه ما عندنا اكشن بوتنشال مفترض تبقى ناقص 70 كقيمة احنا حافظيها او يعني معلومه عندنا، اذا تبقى الاشاره هيك خط مستقيم ماكو مشكله، ما عندنا اي فعاليه كهربائيه، هاي الريست. سلايت كونتراكشن اي انه هناك انقباض بسيط، يعني اكشن بوتنشال بس مو كبيره. شنو هذا الانقباض البسيط؟ شنو الاكشن بوتنشال اللي اقصدها؟ الانقباض البسيط انه الطبيب يقول لي مثلا لو ينطيني نبضه كهربائيه بسيطه قيمتها قليله، او يقول لي حركي ايدش حركه بسيطه على كيف. هاي الحركه البسيطه هي يسموها سلاش كونتراكشن، او يعني معناها سويت تقلص بسيط بالعضله اللي داريد اقيس كفاءتها. هنا شنو معناها؟ معناها مو كل الفايبرز اشتغلت، بعض الفايبرز هي اللي اشتغلت وصار بيها تقلص، لهذا السبب كان تقلص بسيط. شكلها بالجهاز شلون يطلع؟ اشارات مفرده، دا تشوفون شلون منفصله، اي انه بعض الفايبرز هي اللي دا تقيس الاشاره. maximal contraction or force full force contraction اي انه اسوي تقلص كبير أعظم ما يمكن. فهنا الطبيب يا أما يقول لي حرك إيدش حركة قوية، أو ينطيني نبضة كهربائية من يمه، فهنا راح يصير الكونتراكشن أو أكبر أكشن بوتنشيال، وبالتالي كل الألياف العضلية راح تشتغل مرة واحدة، وكل النهايات العصبية راح تكون شغالة تاخذ وتنطب الإشارة وترسم الإشارة بهذا الشكل. لو تلاحظون أنه هناك ازدحام بالإشارات، من هذا الازدحام جاي إنه كل فايبر دا ينطي إشارته الخاصة به، بما إنه عجي بالآلاف راح تصير أو بالمئات أو ما أعرف يعني حقيقة شلون أعطيكم الرقم، بس خلينا نقول أعداد كبيرة. زين راح يؤدي لي إلا إنه تراكم accumulation يصير عندي هنا، وبالتالي هذا الشكل النبضة. طبعا هذا النبضة شكل النبضة طبيعي، بس هنا for many signals لعدة إشارات معا. إيش قد قيمة الفولتية؟ واحد من الفولت. أوكي هسا شو نسوي؟ نقول نجي للحالات الأبنورمال. الحالة الأولى يعني innervated muscle وعندي myopathy. الحالة الأولى اللي هي يكون المشكلة وين؟ المشكلة بالنهايات العصبية، أي أنه نقطة الاتصال ما بين العصب والليف العضلي بيها مشكلة، بيها ضعف، بيها defects، بيها damage.
هاي شلون انعكاسه على الاي ام جي؟ ايش راح يكون؟ راح يكون بالشكل التالي، انه اترست راح اشوف اكو شويه اكشن بوتنشلز موجوده. هاي شنو معناها؟ معناها دا يصير فايبريليشن، معناها دا يصير ارتجاف، معناها اليد تصير عندها رجفات لا اراديه مو بيدي، هي الايد وحدها دا ترجف. طبعا انا كمثال خدت اليد، ذراع، ساق، ايا كان، بس مهم انا فور اكزامبل راي. اذا دا يصير ارتجاف بسبب انه النهايات العصبيه الاوردر مالتها ما منظمه، مره تنطي مره ما تنطي، اكو خلل بيها. زين بالسلات كونتراكشن من نعطي اشاره ستيمولس قليل او انا اسوي حركه اراديه بس بسيطه، راح الاحظ انه يا اما الفولتيه كلش كبيره وعندي ان هوموجينيس بالاشارات البقيه، اي انه الاشارات الناتجه من النهايات العصبيه دا تسبب لي هاي المشكله، يا اما ماكو يا اما تشتغل تعطي شكل غير طبيعي وهكذا. فاذا هاي ابنورمال. لو اجي بالماكسيمال كونتراكشن الاحظ انه الالياف مو كلها راح تشتغل. ليش مو كلها راح تشتغل؟ هي سليمه، هي ما بيها مشكله الالياف العضليه، لكن بسبب النهايات العصبيه اللي ما مو كلها راح تنطي اوردر بالانقباض، ما راح توصل للاكشن بوتنشال، فنلاحظ انه كميه الالياف العضليه اللي راح تشتغل تكون محدده، فتكون بهالشكل هذا، ماكو ازدحام. ليش؟ لانه مو كلها شغاله. نجي لحالة أخرى abnormal. الحالة الأخرى إنه المشكلة وين؟ المشكلة بالmuscle fibers وليس بالنهايات العصبية. المشكلة بالألياف العضلية بنفسها، بها ضعف، بها دمج، بها إشكالية، بها عدم توصيل صحيح للكهربائية على طولها على مود يسميها contraction. فبالتست أترست راح يصير بها fibrillation بس أقل من حالة الـ المشكلة بالنهايات العصبية. بالسلات كونتراكشن أيضا راح تكون هنا الإشارة غير طبيعية واختلاف كبير عن النورمال. نلاحظ بالماكسيمال كونتراكشن أنه كل هذا الشارك، لكن هون المشكلة، المشكلة أنه ضعف بكمية الكهرباء الواصلة، ماذا توصل زيان؟ لأن قلنا المشكلة وين؟ المشكلة مو بالنهايات، النهايات دا تنطي كهرباء الأكشن بوتنشال المرتبة، المشكلة بالتوصيل داخل الليف العضلي، توصيله ضعيف، يوصل لكن كهربائية قليلة، فتقل وتصير تقريبا نص النورمال. فأتوقع هاي الطلاب واضحة، ويعني فد مثال كلش جيد للمايو جرافي. نعم طلاب. يعني دكتورة هسه بالحالة الأولى اللي هي الطبيعية، والحالة الثانية راح يكون عندنا الخلل بالتوصيلات اللي هي موتور اند بليت موتور يونتس باليونتس. نعم. والحالة الأخيرة بالعضلة نفسها نعم. خوش. وطبعا هاي فور اكزامبل انا اتوقع انه اكو بعد هواي امور، طبعا المختص يعني عندنا بالكلية احنا الدكتور احسان عجينة مختص بهالامور، يعرف هواي يعني حالات اخرى كلش هوايه، بس هاي احنا على مود لشيء يعني بدائي ونتعلم يعني كخطوه اولى فقط. يا ريت لو تطلعون وتشوفون شيء حلو، هاي معلومات لطيفه. تفضلوا عيني طلاب. بعد من عنده سؤال؟ دكتوره السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. دكتوره بس المحاضره مسجله مو؟ ان شاء الله. الله يخليك. يا هو الوقت الأصلي طلاب انتهى ساعتين، بس اللي يحب بعد عنده سؤال بها مجال شوية قوية. السلام عليكم دكتور. زميلتك إذا ممكن، لأن هي بدت. نعم تفضلي دكتورة. تفضلي دكتورة. بالنسبة للخلية العصبية قلتي إنه توجد أيونات سالبة داخل الخلية. شنو هي بالضبط هاي الأيونات؟ يعني هسه احنا خلينا نشوف من هنا. أنا هم حافظته لأنه أنا اللي يهمني بشكل عام. لو تشوفون هسه أيونات موجودة كلور، مثلا داخل الخلية موجودة كلور، أكو عندك أورجانيك أيونز يعني مواد عضوية متأينة تحمل الإشارة السالبة، الكلور يحمل الإشارة السالبة. زين دكتورة. نعم.
وشنو العلاقة يعني بين البوتاسيوم والسالبية؟ البوتاسيوم والسالبية، البوتاسيوم هو أيون موجب، الصوديوم أيون موجب، صحيح ومو صحيح، كلها موجبات، لكن مشكلة شنو؟ خلي نروحنا على العفو، خلي نروح لهذا الرسم أحسن لي، نشوف هنا، إيه هاي هنا أفضل لي، هنا لو تشوفون داخل الخلية، خلي نكبرها شوية بس واضحة، لو تشوفون داخل الخلية، سوري، أكو أيونات موجبة وأيونات سالبة. الأيونات السالبة قلنا كلور، والأي أيونات اللي بالجدول شفتوها أي اللي هي different أيونات، حقيقة ما مطلعة عليها شنو بالضبط، بس مو أكو فد mixture يعني خليط من الأيونات اللي مجموعها كلها سالبة، طبعا هي نوعيتها، ومجموعها مطيها برمز أي capital letter. زين البوزيتيف أيونز الموجودة داخل تشمل عدش بوتاسيوم وتشمل صوديوم، لكن من الأكثر بالداخل بوتاسيوم، لا البوتاسيوم عافية بالنسبة يا الصوديوم أكثر لون بوتاسيوم، البوتاسيوم هي الأكثر، لكن مو ماكو صوديوم، أكو بس نسبة قليلة، البوتاسيوم كثيرة زيادة. لكن هسه لو أجي بعدني ترى بداخل الخلية ما طالعة، من الأكثر البوتاسيوم والصوديوم مجموعين ينطني الإشارة الموجبة لو الإشارة السالبة للشحنات السالبة الموجودة داخل الخلية، من الأكثر؟ الشحنات السالبة. خلاص إذا نستفهمنا شحنات سالبة هي المتغلبة، أكو بوتاسيوم بنسبة أقل وأكو صوديوم أقل من البوتاسيوم، هاي انتهينا داخل الخلية. خارج الخلية عملية معكوسة، إنه صوديوم وبوتاسيوم أيضا موجودة، وكذلك أيونات سالبة أيضا موجودة، ولكن غلبة البوزيتيف هي الأكبر